الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله نتناول سويا المحاضرة الخامسة من محاضرات ترخيم المنشآت Structure Deflection. المحتوى بتاع المقرر بتاعنا كان عبارة عن مقدمة Introduction وطريقة التكامل المزدوج Double Integration Method وطريقة الحمل المرن Elastic Load Method وطريقة الكاميرا المرافقة Conjugate Beam Method وطريقة الشغل الافتراضي فيرتشوال وورك مثل يمكن كنا بنسميها قبل كده الشغل الوهمي او الافتراضي الاثنين بنفس المعنى. ثم في النهاية يكون في عندنا ان شاء الله موضوعات متقدمة Advanced Topics. النهاردة ان شاء الله نشتغل المحاضرة الثانية في الشغل طريقة الشغل الافتراضي. هنعمل مراجعة سريعة اللي فات. شفنا لو عندنا الكاميرا زي اللي قدامنا دي واثرنا عليها بحمل فبيحصل لها ديفليكشن، بيحصل لها ترخيم. بنقدر نقيس عند اي نقطة الترخيم، مقدار الترخيم اللي هو الديفليكشن اللي هي المسافة بين وضع النقطة الجديدة ووضعها الاصلي، وبنقدر كذلك ان احنا نقيس زاوية الانحناء عند اي نقطة. طريقة الشغل الافتراضي او الفيرتشوال وورك ميثود ان انا كان بيكون عندي كاميرا عليها حمل وعايز احسب الديفليكشن عند نقطة، باجي افترض ان انا حطيت حمل تاني عند النقطة الجديدة وبساوي الشغل بتاع الشغل الورك الاكسترنال للكاميرا التانية على الأولى مع الشغل الانترنال للكاميرا الأولى مع التانية. وشفنا مع بعض وشفنا الإثبات بتاعنا وقدرنا نوصل إلى إن الدبليو انترنال اللي هو الشغل الداخلي بيساوي تكامل M1 M2 على EI DX. وشفنا إزاي نبدأ نكامل الأشكال مع بعضها. قلنا القاعدة العامة بتاعتنا بتقول ان انا لو عندي شكلين M1 و M2 عايز اكملهم مع بعض، فانا بجيب مساحة واحد فيهم واجيب مكان السي جي بتاعه مكان السنتر وبنزل اجيب الاحداثي بتاع المقابل للسنتر للشكل التاني اللي هو M2. طبعا شرط، فبضرب المساحة في الارتفاع ده يبقى هو ده عبارة عن التكامل بتاع M1 مع M2، بس بشرط قلنا قبل كده ان لازم اللي انا بضرب فيه الاحداث بتاعه لازم يكون لينير خطي غير منكسر. طبقنا الكلام وشفنا لو عندنا مستطيلين مع بعض بيديني ABL، ارتفاع ده A وارتفاع ده B والطول ده L يديني تكامل ABL. لو مستطيل مع مثلث ABL على 2، مثلثين مع بعض ABL على 3، لو مثلثين متخالفين بيديني ABL على 6. برضو لو عندنا اتنين ترابيزويدال اتنين شبه منحرف وعايزين نكملهم مع بعض فبيدينا L على 3 اللي تحت بعض بيتضربوا في بعض AC زائد BD وزائد نص المقص اللي هو AD زائد BC. دي بعض قواعد التكامل اللي احنا خدناها اللي هي تكامل الأشكال مع بعضها البعض. خدنا قبل كده أمثلة في البيمز واستفدنا فيها وشفنا لو عندنا كاميرا زي دي وعليها أحمال برسم لها المومنت ام نوت، بس ملاحظة ان ام نوت ده بنرسمه عن طريق السوبر بوزيشن يعني كل شكل لوحده عشان تبقى أشكال منتظمة نقدر نكملها. لو عايز أحسب الديفليكشن عند أي نقطة وليكن نقطة ايه، بروح موقف حمل 1 كيلو نيوتن عند النقطة اللي عايز احسب عندها الديفليكشن وبرسم المومنت اللي هو M1 وببدأ اكامل M نوت مع M1 واطبق المعادلة بتاعتنا اللي هي W external بتساوي W internal. W external بيساوي 1 كيلو نيوتن في الدلتا المقابلة و W internal بيساوي تكامل M نوت مع M1 وببدأ اجري التكامل بتاعنا. ولو عايزين نحسب زاوية الانحناء عند نقطة فبنحط 1 كيلو نيوتن متر عزم عشان لما اجي اطبق المعادله بتاعتنا وبرسم المومنت نتيجته، عشان لما اجي اطبق المعادله بتاعتنا واقول W external بتساوي W internal الاقي ان W external بتساوي 1 كيلو نيوتن متر عزم في الثيتا المقابله ليه، لان الشغل نتيجه المومنت بيساوي قيمه المومنت في العزم ام في الثيتا، اما نتيجه القوه فبيساوي قيمه القوه في الازاحه المقابله ليها. النهاردة إن شاء الله هناخد المحاضرة الثانية من محاضرات طريقة الشغل الافتراضي الـ Virtual Work Method. هنتكلم على الـ Deflection of Frames، ترخيم الإطارات.
احنا خدنا في الكاميرات لو نفتكر ان بنطبق المعادله زي ما لسه قايلين من شويه، دبليو اكسترنال بتساوي دبليو انترنال. دبليو انترنال اثبتنا ان هي بتساوي تكامل ام 1 ام 2 على اي اي، او ام نوت ام 1 على اي اي. طيب لو بنتكلم على فريم، هل الفريم بيكون فيه بيندنج مومنت بس؟ لا، ده بيكون فيه نورمال فورس وشير فورس. طيب النورمال فورس ده هيعمل ديفليكشن ولا مش هيعمل ديفليكشن؟ هيعمل طبعا، يعني الحمل اللي هو بيه ده اللي بيأثر عندنا هيجيب لي نورمال فورس هنا ونورمال فورس هنا، فأكيد إن العمود ده مش هيضل طوله ثابت، نظرا خدنا زمان إن دلتا بتساوي بي ال على اي اي، دلتا اللي هي الانضغاط نتيجة اكسيال لود بتساوي بي في ال على اي في اي، فأكيد إن العمود ده هيحصل له انضغاط شويه ونقطه تنزل شويه، والعمود ده برضه هيحصل له انضغاط شويه، فلازم هيحصل انضغاط نتيجه النورمال. الشغل بقى نتيجه النورمال فورس بيساوي النورمال فورس ان 1 في الدي دلتا دي دلتا ال 2. يعني بمعنى صح، لو انا عندي زي ما كنت قبل كده برسم ام نوت وام 1، هنا برضه نفس الكلام، هجيب مقدار النورمال فورس هنا اللي هو ام نوت، وهضرب كل ان نوت في الدلتا المقابله ليه الان 1. بالتعويض هنوصل الى ان دبليو انترنال هتساوي تكامل ام 1 ام ان 1 ان 2 في الدي اكس على الاي اي. ده كده شغل نتيجه النورمال فورس. في كذلك شغل نتيجه الشير فورس، ان هضرب الشير في الدي جاما، حيث ان الجاما دي اللي هي الشير سترين، اللي هي الشير سترين، لان انا لو عندي قطاع عامل كده وأثرت عليه بشير فورس كيو، فالديفورمد شيب بتاعه هيعمل كده، الزاوية دي اللي هي جاما اللي هي الشير سترين. فهقدر بسهولة برضو ان انا اجيب الجاما بدلالة الشير فورس، فهلاقي ان دبليو انترنال هتساوي تكامل كيو 1 كيو 2 دي اكس على الجي اي ار. تلاحظ ان هنا جي طبعا اللي هي الشير مدرس، اللي هو الشير مدرس في علاقة ما بينه وما بين الاي معروفة جدا، اللي هي ان الجي بتساوي اي على 2، الجي بتساوي اي على 2 في 1 زائد البوسون ريشيو. الاي ار هي اسمها ريديوزد اريا، ودي اريا مكافئه بتستخدم في الشير، دي بتساوي 5 على 6 الاريا في حاله الريكتانجولار سيكشن، وبتساوي 9 على 10 من الاريا في حاله السيركولار سيكشنز. بكده بنقدر نقول ان دبليو انترنال عندنا هيساوي تكامل ام 1 ام 2 او ام نوت ام 1 حسب ما يكون العازمين، تكامل ام نوت ام 1 او ام 1 ام 2 دي اكس على اي اي، زائد تكامل كيو 1 كيو 2 على جي اي ار دي اكس، زائد تكامل ان 1 ان 2 على اي اي. تعالوا مع بعض ناخد امثله على الفريم، على الاطارات، ونشوف ازاي هنطبق عليها المفهوم بتاع الفيرشوال ورك. قدامنا فريم عباره عن كاميرا وعمود، بيقول لي مثال رقم واحد، قم بحساب الازاحه الراسيه عند النقطه دي، ادي النقطه دي اللي هي في نص الكاميرا، والازاحه الافقيه للنقطه سي، ادي النقطه سي، وزاويه الدوران عند كل من النقاط اي بي سي دي، اي بي سي دي للاطار المبين بالشكل، علما بان المقدار اي بتساوي 2000 كيلو نيوتن على سنتيمتر مربع، والمقدار جي بيساوي 800 كيلو نيوتن على سنتيمتر مربع، وقطاع جميع العناصر 20 في 60 سنتي. Example number one, calculate the vertical deformation at point D and horizontal deformation at point C and the slope angles at points A, B, C, D for the shown frame where E equal 2000 kN per centimeter square and G equal 800 kN per centimeter square and the section is 20 by 60 centimeter for all members. تعال نشوف مع بعض. ادي الفريم بتاعنا كبرناه عشان نشوفه، عليه عندنا في هنا يونيفورم لود، وهنا في كونسنتريتد لود، قوه مركزه وحمل موزع، ده هنج عند الاي، وعند السي عباره عن
رولر، عايز والمسافة الأفقية دي 6 متر والرأسية 4 متر. أول حاجة هو قال إن القطاع بتاعي 20 في 40 في 60، فتعالوا نشوف مع بعض نحسب الأريا. 20 في 60 ب 1200 سنتيمتر سكوير، هنحولها إلى المتر سكوير، هتساوي 0.12 متر سكوير. الـ AR نظرا لأن ده ريكتانجولار سيكشن، قطاع مستطيل، فهيبقى 5 على 6 في الأريا اللي هي 0.12، فتساوي 0.1 متر سكوير. الـ I بتساوي الموازي في العمود التكعيبي على 12 عشان ده قطاع مستطيل، 0.2 في 0.6 كيوب على 12 هتساوي 0.0036 متر أس 4 باور 4 متر أس 4. طيب الـ E هو يلي ب 2000، والجي طبعا 2000 كانت كيلو نيوتن على السنتي متر المربع، هنقسم على او هنقسم المقام على 10 اس 4 عشان نحول السنتي متر سكوير لمتر سكوير، فكأن ضربت البسط في 10 اس 4 يبقى 2 في 10 اس 7، والجي هتبقى 6 8 في 10 اس 6. هنضرب بالصوره من هنا، نضرب الاي في الاي عشان نحسب الاي اي، تطلع ب 2 مليون، تطلع ب 2 مليون و400 الف. نضرب الجي في الاي ار هتطلع ب 800 الف. هنجيب الاي اي، نضرب الاي في الاي تطلع 72 الف كيلو نيوتن في المتر سكوير. طيب تعال نشوف مع بعض. اول حاجه هنعملها ان احنا بعد طبعا ما نقول بسم الله الرحمن الرحيم، ان احنا هنرسم البندنج مومنت للشكل اللي قدامنا ده. وما دام ذكر لي في المسألة وقدرت احسب الاي اي والجي اي ار والاي اي، يبقى انا مطلوب مني ان انا احسب الديفليكشن نتيجة النورمال فورس والشير فورس والبندنج مومنت، مش بس اطبق معادلة البندنج بس، لا، يبقى انا لازم هنا للشكل ده انا ده ارسم له نورمال وشير وبندنج، ام نوت ان نوت كيو نوت. تعال اول نجيب الرياكشنز بسهولة جدا. في عندي هنا 12 كيلو نيوتن، هتجيب لي رياكشن افق هنا 12 كيلو نيوتن عن طريق معادلة الاتزان سيجما اف اكس يساوي صفر. طبعا لو الكوتين دول الافق مش موجودين كنا هنلاقي ان ال 8 كيلو نيوتن على المتر دي في ادي 6 متر محصلتهم 48، هيجيبوا لي الرياكشن هنا النص بالنص، النص بالنص، يعني تجي لنا 24 وهنا 24. لكن نظرا لوجود قوتين عكس بعض متوازيتين فبيعملوا لي ازدواج. الازدواج ده لو حبينا نحسب العزم بتاعه هيساوي 12 في 2 متر، هيساوي 24 كيلو نيوتن على كيلو نيوتن متر. فلازم الاثنين رياكشن يجي لي اثنين رياكشن يبقوا عكسهم، هيجي لي رياكشن هنا طلع لفوق ورياكشن هنا نزل لتحت، عزمه يساوي نفس القيمة ال 24، يبقى لازم ده يكون 4 ولازم ده يكون 4. احنا عملنا ايه دلوقتي؟ انا دلوقتي بقول ان انا عايز احسب الرياكشن بالسوبر بوزيشن بسرعه، انا مش لازم اقعد باخذ العزوم حوالين هذه النقطه زي ما كنا بناخد زمان، لا. فهنعمل ايه؟ هنقول ان اليونيفورم نود لوحده هيجيب رياكشن 24 24، القوه 12 و12 دي بيعملوا لي ازدواج عزمه 24 كيلو نيوتن متر، لازم الاثنين رياكشن يردوا عليه ب 4 و4 عشان يدوني عزم ازدواج في هذا الاتجاه مقداره برضه 24 كيلو نيوتن، عشان يبقى لكل فعل رد فعل مساوي له في المقدار ومضاد له في الاتجاه. من هنا نقدر نقول ان الرياكشن بتاعنا هنا هيبقى 24 زائد 4، وهنا 24 ناقص 4. 24 زائد 4 ليه؟ ال 24 اللي جايه من اليونيفورم لود، وال 4 اللي جايه من الازدواج بتاع ال 12 وال 12. هي نفس القصه، 24 ناقص 4 لان في 4 عكس 24 اللي جايه من اليونيفورم لود. يبقى في النهايه خالص هنلاقي المحصله عندنا هنا 20 وهنا 28. تعالوا نرسم مع بعض المومنت. المومنت طبعا هنا بصفر، هنحسب المومنت في نهايه هذا العمود. لو نيجي نحسب المومنت هنا من الناحيه دي هنلاقي 12 في 4 بتلففني كده تديني 48، ناقص 12 في 2 تديني كده 24، يبقى ده اللي هيغلب، يبقى المحصله بتاعتهم 24 ودي للسهم ناحيه جوه، يبقى المومنت ناحيه جوه. طبعا من الاتزان هيجي لي المومنت هنا ب 24 ويقلب للصفر، بس ما ننساش ان العمود ده كان فيه عليه كونسنتريتد لود في النص، فهعلق له مومنت بي ال على الاربعه، 12 في 4 ال 4 ب 12. ال 24 هتتزن هنا
وهتقفل لي على الصفر، وما ننساش ان في انفورم لود موجود عندنا هنا، هنعلق له بارابولا دبليو ال سكوير على الثمانية، الثمانية في ستة سكوير على الاتناشر، على الثمانية، ثمانية في ستة سكوير على الثمانية تساوي 36. نلاحظ ان احنا رسمنا المومنت عن طريق السوبر بوزيشن، يعني لما جينا نعلق المثلث ده مش علقناه على الخط المائل، علقناها على الخط الافقي. ونفس الكلام لما جينا نعلق البارابولا علقناها على الخط الافقي عشان تديني مساحات منتظمه اقدر ان انا اكملها فيما بعد. ده كده اللي هو ان نوت. طيب عايزين نرسم ان نوت عادي، العمود ده معرض لضغط مقداره 20، الكاميرا دي ما فيش عليها اي ضغط او شد، يبقى او نرسم الشير الاول. لو جينا نرسم الشير هنلاقي ان انا عندي هنا لو وقفت في الجنب ده، لو وقفت في الجنب ده هلاقي من على ايدي الشمال في قوة 12 بتطلعني من على الشمال، تقوم تطلعني وتمشي معايا 12، تمشي لغاية القوة 12 دي ترجعني للصفر، يبقى ده الشير فورس على العمود. طب لو جينا نشوف الشير فورس على الكاميرا هلاقي في عندي من على ايدي الشمال قوة 20، قوة 20 اهي بتطلعني، تقوم تطلعني لفوق، وانزل تدريجي مسافة حمل مقداره 48، اوصل الى 28 الاقي في عندي 28 تقفل معايا. طبعا الشير فوق موجب وتحت سالب، ده عبارة عن كيو نوت. لو جينا نرسم ان نوت هنلاقي سهل ان شاء الله، العمود ده معرض لنورمال فورس مقدارها 20 كومبريشن عشان بتضغطه، الكاميرا دي ما لهاش اي حاجة، يبقى النورمال بتاعي ان نوت عبارة عن 20 كومبريشن. طيب عايزين نشوف مع بعض دلوقتي بقى، لو عايزين نحسب اول مطلوب الازاحة الرأسية عند النقطة دي هعمل ايه؟ هاجي احط 1 كيلو نيوتن عند النقطة دي وهرسم له كيو ام نوت ام 1 كيو 1 ان 1. طبعا ال1 كيلو نيوتن ده هيجيب لي رياكشن نص بالنص لان مفيش قوة افقية تعمل عزم. هبدأ ارسم المومنت، هلاقي ان المومنت على الرجل دي بصفر، هلاقي ان المومنت هنا عبارة عن سيمبل بيم بيقل على الاربعة، 1 في 6 على الاربعة فيها 1.5 وعزم موجب. طب عايزين نرسم الشير اللي هو كيو 1، طبعا ده معلهوش شير لان مفيش قوة عمودية عليه، هنا ده عليه شير، هطلع نص وامشي وانزل 1 اوصل سالب نص وامشي واقفل. ده كده الشير اللي هو كيو 1، والشير بره موجب وجوه سالب. طب عايزين نرسم النورمال، ده كده عليه نورمال كومبريشن نص نص لجوه، اما الكاميرا دي ما عليهاش اي نورمال لان ما فيش اي قوه افقيه هنا تشدها او تضغطها. يبقى انا كده قدرت الحمد لله ارسم النورمال والشير والبندنج في حاله وجود 1 كيلو نيوتن عند النقطه دي. تعالوا مع بعض نطبق قاعده الفيرشوال وورك، بيقول لي دبليو اكسترنال بتساوي دبليو انترنال، دبليو اكسترنال هتساوي 1 في الدلتا دي، ال1 كيلو نيوتن في الدلتا المقابله للكاميرا للفريم الرئيسي. المفروض الكلام ده يساوي تكامل ام نوت ام 1 على اي اي دي اكس زائد تكامل كيو نوت كيو 1 على جي اي ار دي اكس زائد تكامل ان نوت ان 1 على اي اي دي اكس. هنمسك كل واحد من دول ونفصصه لوحده، ادي الام نوت وادي الام 1، عايزين نجري التكامل الاول اللي هو تكامل ام نوت ام 1 على اي اي دي اكس. لما نيجي نكمل نلاحظ ان العمود ده معلهوش عزم، فلذلك لما يجي يتكامل مع هنا المومنت ده مش هيتكامل مع الصفر، يدي صفر. مش باقي لنا غير المثلث والبارابولا، عايزين نكملهم مع المثلث اللي تحت. هنلاقي التكامل ده يساوي 1 على اي اي. تعالوا نكمل مع بعض. اولا ده عندي هنا مثلث قائم الزاوية، وده مثلث متساوي الساقين منكسر. طبعا ما ينفعش اجيب مساحة ده او واضربه في ده، لازم اجيب مساحة، لازم اجيب مساحة المثلث المتساوي الساقين، نص قاعدة في الارتفاع، نص في 1.5 في 6، والسي جي بتاعه معروف ان هو في النص، واضرب في الاحداث المقابل هنا اللي هو 12، وطبعا موجب عشان موجب مع موجب، يبقى هقول 1.5 في 6 على 2 دي اللي هي مساحة المثلث المتساوي الساقين، هضرب في الاحداث اللي تحتيها اللي هو 12 وبالموجب عشان ده موجب وده موجب. طيب عايزين نكمل دلوقتي البارابولا اللي قدامنا دي مع المثلث المنكسر، مش هينفع، يبقى لازم نقسم هنا نصين، اكمل البارابولا دي مع المثلث ده
نص البارابولا دي مع المثلث ده ونص البارابولا دي مع المثلث ده. طبعا نظرا ان هما زي بعض فهضرب في اتنين، يعني هكامل واحد واضرب في اتنين. مساحة البارابولا لو نفتكر كانت بتساوي دبليو ال تكعيب على 12، دبليو ال تكعيب على 12 نصها هنضرب في ست في نص. طب السي جي بتاعها موجود فين؟ على بعد 3 على 8 و5 على 8 من المسافة، يعني دي كده نسبتها 5 على 8 ودي نسبتها 3 على 8. طب يبقى الإحداث اللي جاي هنا بكام؟ ب5 على 8 من الواحد ونص. دي واحد ونص بالنسبة للتناسب، هلاقي ان دي قيمتها 5 على 8 من الواحد ونص، وده اللي حصل. قلت 2 في 36 في 6 على 3، طبعا هو انا حسبها ممكن نحسبها بطريقتين، مساحة البارابولا الكاملة اما نقول دبليو ال تكعيب على 12 او تلتين مساحة المستطيل اللي هي واقعة جواه. فانا حسب بتلتين مساحة المستطيل طول في عرض. طيب يبقى كده جبنا مساحة البارابولا كلها، ضربنا في نص عشان دي نص بارابولا، ضربنا في الاحداث المقابل للسي جي عشان نجيب التكامل، ضربنا في اتنين عشان انا عندي تكاملين، نص بارابولا الناحية دي ونص بارابولا الناحية دي. يبقى احنا كده اجرينا التكامل بتاعنا، هنبدأ نضرب الضربيات بتاعتنا ونجمعها، هتطلع 189 على اي اي. ده اول تكامل، هنيجي يعني نكمل دلوقتي كيو نود كيو 1 على جي اي ار. طبعا نظرا لان العمود ده الشارع عليه بصفر، صفر مع اي حاجه بصفر خلاص. لما نيجي نكامل الشكل ده مع الشكل ده تحصل مشكله كبيره. ايه هي المشكله الكبيره؟ هنا الصفر عندنا في النص، لكن هنا الصفر عندنا مش في النص. فهنضطر بقى ان احنا نقسم عده مساحات وهنعمل يعني شغل كبير. في فكره بسيطه جدا ممكن نعملها، ان انا هاجي على شكل الشير بتاع كيو نوت، هاجي على شكل الشير بتاع كيو نوت وهضيف مستطيل بالموجب موجب 4 ومستطيل بالسالب سالب 4. انا كده كاني ما عملتش حاجه، ضفت وطرحت نفس القيمه. طب ايه فايده اللي انا عملته؟ لما نيجي نجمع المستطيل، سيب المستطيل السالب ده لوحده، لما نيجي نجمع المستطيل الموجب ده مع الشير اللي عندنا، هنلاقي عند النهايه دي في عندي عزم شير مقداره 20، موجب 20 وموجب 4، يبقى حصلهم كام؟ موجب 24. وهنا عند النقطة دي هلاقي في عندي شير سالب 28 وموجب 4، يبقى سالب 24. والمستطيل السالب موجود تحت زي ما هو. يبقى أنا عملت إيه؟ حولت المثلثين اللي كانوا الزيرو بتاعهم مش في النص، حولتهم إلى مثلثين الزيرو بتاعهم في النص وإلى مستطيل. يبقى أنا دلوقتي لما أجي أكامل بقى هكامل المستطيل والمثلثين مع المستطيلين. طبعا بسهوله جدا التكامل بتاعنا اللي هو تكامل كيو نوت كيو 1 على جي اي ار في الدي اكس هيساوي 1 على جي اي ار بره عامل المشترك. تعالوا نكامل، قلنا العمود بصفر نسيبه. لما نيجي نكمل هنا، لو جينا نكامل المستطيل مع المستطيلين دول يطلعوا بصفار. ليه؟ لان ده شكل انتي سيمتري عكس تماثل وده متماثل. يعني لو تخيلنا ان احنا جبنا المساحه دي وضربنا في الاحداث اللي تحتيها، وجبنا المساحه دي وضربنا في الاحداث اللي تحتيها، هيبدو نفس القيمه بس بالشاره مخالفه، لان ده موجب مع سالب وده سالب مع سالب. يبقى احنا كده اول حاجه استفدناها ان المستطيل ده مع المستطيلين اللي تحت تكاملهم هيساوي صفر. يبقى لنا ان احنا عايزين نكامل المستطيل مع مثلث موجب موجب، ومستطيل مع مثلث سالب سالب. واضح انهم هيدوا نفس القيمه وبنفس الاشاره، فهنكمل واحد ونضرب في الاثنين. مستطيل مع مثلث خدناها قبل كده اي بي ال على 2، يبقى 24 في 0.5 في 3 متر على 2، وضربنا في 2 لان عندي تكاملين، واحد مستطيل مع مثلث موجب موجب ومستطيل مع مثلث سالب سالب، واثنين بيدوني نفس القيمه ونفس الاشاره. يبقى تكامل كيو نوت كيو 1 هيساوي 36 على جي اي ار. طيب عايزين نكمل ان نوت مع ان 1، دي سهله جدا، ده مستطيل ومستطيل، يبقى واحد على اي اي بره عامل المشترك، يبقى لي اي بي ال على 1 20 في 0.5 في 4 متر على 1، يبقى يساوي 40 على اي اي وبالموجب عشان ده سالب وده سالب.
دلوقتي كده قدرنا الحمد لله ان احنا نجري هذه الثلاث تكاملات. يبقى دبليو اكسترنال اللي هي واحد في دلتا دي هتساوي تكامل ام 1 على اي اي دي اكس اللي طلع 189 على اي اي، وده طلع 36 على جي اي ار، وده طلع ب 40 على اي اي. نفتكر من شويه احنا كنا حسبنا الاي اي وحسبنا الجي اي ار وحسبنا الاي اي، تعالوا نعوض بيهم كده هنا في المساله بتاعتنا ونختصر. نختصر القيم، هنلاقي ان المقدار الاول اللي هو نتيجه البندنج بيساوي 2 في 10 اس ناقص 3، 2.6 في 10 اس ناقص 3. نتيجه الشير 0.75 في 10 اس ناقص 5. نتيجه النورمال 1 في 10 اس ناقص 5. واضح طبعا ان نتيجه البندنج كبير جدا اذا ما قورن بالديفليكشن اللي جاي نتيجه الشير او النورمال. لو صفينا الحسابات بتاعتنا هيديني 2.625 في 10 اس ناقص 3 متر. يعني بمعنى اصح شفنا ان الديفليكشن نتيجه النورمال والشير بيكونوا صغيرين جدا، طبعا ممكن نضرب في 10 اس ناقص 3 هيساوي 2.6 مللي متر. طيب عايزين نشوف الازاحه الافقيه. يبقى احنا شفنا ان احنا هنا الديفليكشن نتيجه الشير والنورمال طلعوا صغيرين، لكن هيفيدنا قدام في حاجه تانيه ان شاء الله. طب تعالوا نشوف بقى، عايزين نحسب الازاحه الافقيه عند النقطه سي، هوريزونتال ديفورميشن ات سي. هنعمل ايه؟ ما دام عايزين ازاحه افقيه يبقى لازم نحط هنا ايه؟ 1 كيلو نيوتن متر افقي. هنحط 1 كيلو نيوتن متر افقي وهنرسم له النورمال والشير والبندنج. طبعا لو جينا نحسب الرياكشنز هنلاقي ان ال 1 كيلو نيوتن متر هيجيب لي رياكشن سيجما اف اكس هنا 1 كيلو نيوتن متر برضو. الواحد ده والواحد ده بيعملوا لي ازدواج في هذا الاتجاه مع عقارب الساعه مقداره 4. يبقى لازم الاثنين رياكشن اللي هنا الراسي والراسي هنا يجيبوا لي ازدواج عكسي برضو مقداره 4. فلاقي ان القوه هنا 2 على 3 و2 على 3، بحيث لما اضرب 2 على 3 احد القوتين في ذراع العزم اللي هو الستة يساوي برضو 4 عكسها عكس عقارب الساعه، عشان يبقى لكل فعل رد فعل مساوي له في المقدار ومضاد له في الاتجاه. كده انا حسبت الرياكشنز، هقدر بسهوله جدا احسب المومنت طبعا ببساطه جدا. العزم هنا بصفر والعزم هنا بصفر. لو جيت احسب العزم عند النقطه دي هيساوي 1 في 4 ب 4 كيلو نيوتن متر، يديني عزم ناحيه جوه 4، عن طريق الاتزان يقلب لي 4 ويوصل للصفر، وما دام العزم لجوه بنعتبره موجب. طب عايزين نرسم الشير، سهله من علي. ايه الشير؟ انا هقف هنا للمنبر ده جوه، دايما بنقف جوه، دايما بنقف جوه، وابص من ناحيه ايدي الشمال لو متاثر. من ناحيه ايدي الشمال في 1 كيلو نيوتن متر مطلعني يوصل للصفر بالموجب عشان لفوق. طب الكاميرا في عندي تلتين نازله لتحت، يديني سالب تلتين لتحت، ينزل من على الشمال ويمشي يديني سالب تلتين لتحت، يبقى ده عباره عن كيو 2. طب النورمال فورس العنصر ده مشدود ب 2 على 3 وده مشدود بواحد، يبقى النورمال فورس هنا موجب 2 على 3 وده موجب واحد. كده انا قدرت ارسم كيو 2 وام 2 وان 2. عايزين نبدا نطبق معادله الفيرتشوال وورك. تقول لي ان دبليو اكسترنال بتساوي دبليو انترنال. دبليو اكسترنال هتساوي 1 كيلو نيوتن متر الافقي اللي عندي السي في دلتا سي هوريزونتال في الازاحه المقابله ليها، هيساوي تكامل كيو نوت ام نوت ام 2 دي اكس على اي اي زائد كيو نوت كيو 2 على جي اي ار دي اكس زائد تكامل ان 2 ان نوت ان 2 اي اي على اي اي دي اكس. تعالوا نجري التكامل ده خطوه خطوه. هنا العزم على الرجل بتاعت الفريم ما كانتش بصفر، يبقى انا لازم هعمل ايه؟ هكامل المثلث ده مع المثلثين دول، وهكامل المثلث ده مع المثلث والبارابولا. تعال نجري هذا التكامل كده، هنقول واحد على اي اي. طبعا المثلث اللي هو ارتفاعه 24 الموجب، ومثلث ارتفاعه 4 موجب، الاثنين موجبين ومتشابهين، يديني اي بي ال على 3. 24 في 4 في ال ال 4 متر على 3 زائد مساحه المثلث ده هنجيبها نص قاعدة في الارتفاع نص في 12 في 4، ونضرب في الإحداث المقابل إن المثلث متساوي الساقين فالسي جي بتاعه في النص يعني يقابل 2.
هنا كامل الاول مثلثين برضو اللي فوق، مثلث كامل الاول المثلثين اللي فوق عشان ده مع ده عشان يخلصهم الاول، برضو اداله اي بي ال على التلاتة، 24 في 4 في 6 متر على التلاتة. تعالوا نشوف بقى مع بعض التكامل اللي احنا قلنا عليه بتاع المثلث ده مع المثلث ده. هيساوي مساحة المثلث اللي فوق نص القاعدة في ارتفاع 12 في 4 على 2، السي جي في النص، يبقى الكوردينيت المقابل له هنا هو 2. طيب هنا برضو هنجيب مساحة البارابولا كلها مرة واحدة، تلتين مساحة المستطيل اللي وقع جوه البارابولا، تلتين في 36 في 6، تلتين في 36 في 6 مساحة المستطيل، في الإحداث المقابل للسي جي اللي هو في النص هنا اللي هو 2 نص لأربعة 2. يبقى أنا كده أجريت التكامل بتاعي، هنجري الحسابات بتاعتنا ونجمعها تطلع 656 على إي آي. عايزين نكمل الشير، خلاص عرفنا إن إحنا عشان نكمل الشير هنعمل إيه؟ هنستبدل الشير ده بشير تاني اللي هو نحط مستطيل فوق ومستطيل تحت، فإحنا هنكمل دلوقتي الشير كيو 2 مع كيو نوت. لو جينا نشوف العمود مع العمود هلاقي ان هنا عندي الشير على نص العمود بس، وهنا الشير على العمود كله، فاللي هيحصل ان النص اللي فوق ده يقابل صفر فتكامله بصفر. هنلاقي هنا عندنا مستطيلين، مستطيلين تكامل مستطيلين، يبقى خدنا بره واحد على جي اي ار عامل مشترك، هيتبقى لي جوه اي بي ال على واحد، 12 في واحد في 2 متر على واحد، 12 هنا كامل ادي التكاملين بتوعنا، ادي ال 12 في 1 في 2 على الواحد اللي هو المستطيل ده مع المستطيل ده، وجي هنا كامل المستطيل ده مع المستطيل ده برضه اللي هو برضه مستطيلين مع بعض، A 4 في B اللي هي تلتين في اللي هي ب 6 متر على واحد. طيب امال بقى المستطيل مع المثلثين دول راحوا فين؟ تكاملهم بصفر. صفر ليه؟ لأن ده سيمتري متماثل وده عكس تماثل، شرحناها من شوية، قلنا لو كملت المثلث مع المستطيل والمثلث مع المستطيل ده مع ده هيدي إشارة سالبة، وده مع ده يدي إشارة موجبة بنفس القيمة، ففي الآخر هيطلعهم بصفر. يبقى التكامل ده هيساوي 40 على جي اي ار. تعالوا نكامل ان نوت مع ان 1، ده سهل، هناخد واحد على اي اي بره عامل مشترك، ان نوت مع ان 2، هنلاقي ده هنا في ان نوت بصفر تكامله يساوي صفر، مستطيل مع مستطيل بس واحد سالب وواحد موجب يوم يديني سالب اي بي ال على الواحد، الكلام ده هيساوي ناقص 53.33 على اي اي. تعالوا نجمع مع بعض التكاملات اللي احنا اجريناها، يبقى واحد في دلتا سي هوريزونتال هيساوي تكامل ام نوت ام 2 اللي هو 656 على اي اي، زائد تكامل كيو نوت كيو 2 اللي هي 40 على جي اي ار، زائد ان نوت ان 2 اللي هي كانت بناقص 53.33 على اي اي. لسه في اول المساله حسبنا الاي اي بكام والجي اي ار بكام والاي اي بكام، تعالوا نعوض مع بعض ونشوف. هنبدأ نبسط هذه القسمة، هيطلع لي المقدار الأول 9.11 في 10 أس ناقص 3، المقدار الثاني 5 في 10 أس ناقص 5، المقدار الثالث ناقص 2 في 10 أس ناقص 5. واضح طبعا هنا 10 أس ناقص 5 وهنا 10 أس ناقص 5 وهنا 10 أس ناقص 3، فبنأكد على إن طلع ديفليكشن نتيجة الديفليكشن نتيجة الشير ونتيجة البندنج صغير جدا إذا ما قورن بالديفليكشن نتيجة المومنت، وده اللي بيكون غالبا موجود مش دايما، لأن لو الديفليكشن نتيجة البندنج صغير فالشير بيأثر عندنا. طبعا لو بسطنا هذا الكلام هيطلع 9.14 من 100 في 10 أس ناقص 3 متر، طبعا لو ضربنا في 1000 عشان نحول الملي متر يطلع لي 9.14 من 100 ملي متر، يعني 9 ملي. طبعا واضح الفرق، شوف الفرق هنا 3 من 100 من الملي، فحاجة صغيرة جدا. طب عايزين نحسب زاوية الدوران عند النقطة سي، ما دام بقول زاوية الدوران
يبقى لازم احط واحد عزم مقدار 1 كيلو نيوتن متر. هنحط العزم 1 كيلو نيوتن متر، هيجيب لي رياكشن زي ما احنا عارفين، العكس والعكس، يوم يجيب لي هنا سودس وهنا سودس، سودس وسودس. نبدأ نرسم البندنج مومنت. البندنج مومنت هنا عند السيب 1 لفوق عشان دير السهم بتاع الكونسنتريتد مومنت لفوق، وينزل لي الصفر هنا. نلاحظ ان العمود ده ام 3، نلاحظ ان العمود ما لهوش مومنت لان مفيش قوة افقية هنا تسبب لي عزم على العمود. يبقى ام 3 عبارة عن مثلث عامل كده مقداره سالب 1. طب عايزين نرسم الشير اللي هو كيو 3، سهلة جدا. الشير هنا بصفر عشان مفيش قوة عمودية عليه، الشير هنا مع ايد الشمال نازل سدس ويمشي ثابت ويقفل بسدس. طب النورمال فورس ده عليه تنشن مقداره سدس، وده معلهوش اي نورمال فورس. يبقى هنا ان 3 عبارة عن موجب سدس عشان عليه تنشن. تعالوا نجري التكامل بتاعنا، نطبق قاعدة الفيرشوال ورك. دبليو اكسترنال بتساوي دبليو انترنال، دبليو اكسترنال بتساوي 1 في ثيتا سي، دي 1 في ثيتا سي لان انا عامل 1 كيلو نيوتن متر عند النقطة سي، فبضرب العزم في الثيتا المقابلة يجيب لي الشغل الخارجي. الشغل الداخلي عبارة عن تكامل ام نوت ام 3، تكامل كيو نوت كيو 3، تكامل ام نوت ان 3. تعال نجري التكامل ده خطوة خطوة. ام نوت ام 3 العمود ما عليهوش اي عزم، يبقى التكامل بتاع العزم ده بصفر. عندي هنا مثلث، هكمله مرة مع المثلث ده، مثلثين متخالفين، وهكمله مرة مع البارابولا. يبقى نيجي نلاقي المثلثين متخالفين اي بيقل على 6، بس نلاحظ الاشارة سالبة. يبقى عندنا هنا ادي المثلثين متخالفين، يبقى بالنقص عشان ده موجب ده سالب، اي بي ال على 6. يبقى لي البارابولا مع المثلث ده، طبعا هيطلع برضه بالسالب. مساحه البارابولا اللي هي تلتين مساحه المستطيل في الكوردينيت المقابل للسي جي اللي هو بوينت 5، هنبسط الكلام ده هيطلع بسالب 96 على اي اي. عايزين نكمل كيو نوت مع كيو 3. هنلاحظ ان رجل الفريم هنا ما لهاش شير، فهينتج عن ذلك ان التكامل بتاع المستطيل مع الصفر يساوي صفر. يبقى عايزين نكامل المثلث اللي قدام، المستطيل اللي قدامنا مع المثلثين، واحنا قبل كده شفنا ان احنا بنضيف 4 ونطرح 4 علشان نكون الشكل المنتظم اللي قدامنا ده. لما نيجي نكمل كيو نوت مع كيو 3 هنلاحظ ان ده انتي سيمتري، ده سيمتري، تكاملهم يساوي صفر. هيبقى لينا فقط تكامل المستطيل مع المستطيل، مستطيل سالب مع مستطيل سالب يدينا موجب اي بي ال على 1، 4 في سدس في 6 متر على الواحد هتساوي 4 على جي اي ار. هنيجي نكمل برضو ان نوت مع ان 3، نلاقي مستطيلين مع بعض، واحد سالب واحد موجب، فنلاقي تكامل ان نوت ان 3 على اي اي هيساوي 1 على اي اي بره، وناقص 2 في سودس اي بي ال على 1، 20 في سودس في 4 متر اللي هو الطول على 1 يساوي ناقص 13.33 على اي. ملحوظة مهمة، لو كان الكاميرا ليها قطاع ورجل والعمود بتاع الفريم له قطاع، القطاعين مختلفين، ما كانش هينفع ناخد واحد على اي اي بره عامل مشترك ولا اي اي ولا جي اي ار، كان لازم نكامل. يعني لو رجعنا ورا المومنت، لما جينا نكمل المومنت، لما نيجي نكمل المومنت لازم اكامل الكاميرا مع الكاميرا واقسمها على الاي اي بتاعتها، واكامل الرجل الفريم ورجل الفريم مع بعضهم واقسم على الاي اي بتاعتها، وكذلك برضو الشير وكذلك النورمال. كده نقدر نكون نقول 1 في ثيتا سي هيساوي ام نوت في ام تكامل ام نوت ام 3 زائد تكامل كيو نوت كيو 3 زائد تكامل ان نوت ان 3 ناقص 96 على اي اي وزائد 4 على جي اي ار وناقص 113 على اي اي. الاي اي والجي اي ار والاي اي جبناهم قبل كده وحسبناهم في اول المساله، هنعوض بيهم هنصفي، تطلع لي ناقص 1.33 في 10 اس ناقص 3 و5 في 10 اس ناقص 6 و0.5 في 10 اس ناقص 5. واضح طبعا ان الديفليكشن نتيجه الشير والنورمال صغيرين جدا اذا ما قورنهم بالنورمال بالبندنج. لو جمعنا المقادير مع بعضها
هيطلع ب ناقص 1.33 في 10 اس ناقص. طبعا السيجما طلعت بالناقص معناها ايه؟ معناها عكس الاتجاه اللي احنا فرضينه. لو رجعنا لورا كده هنلاقي ان احنا لما جينا نرسم ام 3 وان 3 فرضنا ان الواحد كيلو نيوتن متر مع عقارب الساعه، لكن معنى طلع بالسالب ان هي العكس. وطبعا منطقي، ليه؟ لان انا كان عندي هنا في يونيفورم لود فهيعمل هنا ديفورميشن كده. طبعا كان في، لا ننكر ان كان في هنا حمل، لو الحمل ده كان كبير جدا كان ممكن يتسبب ان ده يلف العكس. لو الحمل ده كان كبير جدا كان ممكن يعمل كده ويتسبب ان ده يلف العكس، لكن واضح ما دام الثيتا سي طلعت بالسالب معناها ان هي عكس الواحد كيلو نيوتن متر اللي احنا فرضينه. طيب عايزين نشوف دلوقتي، نحسب زاوية الدوران عند النقطة B. ما دام عايز احسب زاوية الدوران يبقى لازم احط واحد كيلو نيوتن متر عزم عند النقطة اللي عايز احسب لها زاوية الدوران. هنحط واحد كيلو نيوتن متر، حطينا هنا مع عقارب الساعة، هنبدأ نرسم له المومنت. طبعا هنجيب الرياكشن بسهولة، ده عزم واحد كيلو نيوتن متر، لازم الاتنين رياكشن يعملوا لي ازدواج عكسي يبقى سودس وسودس، بحيث لما اضرب احد القوتين في ذراع العزم اللي هو 6 يجيب لي واحد كيلو نيوتن متر عكس رياكشن عكس الواحد كيلو نيوتن متر اكشن. طيب دلوقتي طبعا مفيش رد فعل افقي، هنبدا بسهوله نرسم المومنت. هنلاقي المومنت بتاعنا، المومنت هنا بصفر، المومنت هنا بسالب واحد لتحت، بواحد لتحت، يبقى المومنت بتاعنا عباره عن واحد والمومنت تحت موجب وفوق سالب. عايزين نرسم كيو 4. طبعا العمود ده معلهوش شير عشان مفيش قوه عموديه عليه. العمود ده عليه شير من ايدي الشمال، سدس منزلني يديني سالب سدس. ام ان 4 نفس الكلام، ده عليه تنشن سودس موجب سودس لبره. الكاميرا دي ما عليهاش اي نورمال فورس يبقى النورمال فورس عليها بصفر. هنطبق معادله الفيرتشوال وورك، دبليو اكسترنال بتساوي دبليو انترنال، يبقى واحد في ثيتا بي، لان انا حاطط الواحد كيلو نيوتن متر عند النقطه بي، هيساوي تكامل ام نوت ام 4 على اي اي زائد تكامل كيو نوت كيو 4 على جي اي ار زائد تكامل ان نوت ان 4 على اي اي. هنمسك كل تكامل ونجري. طبعا التكامل ده تبقى سهله، العمود ده ما لهوش مومنت يبقى تكامله مع العمود ده بصفر. يبقى لنا هنا عندنا مثلثين متشابهين اي بي ال على الثلاثه والاثنين موجبين، 24 في 1 في 6 على الثلاثه، 24 في 6 على الثلاثه زائد تكامل حاصل البارابولا مع المثلث. هنجيب مساحة البارابولا ونضرب في الكوردينيت المقابل للسنترويد اللي هو نص نص الواحد، لان السنتر هنا موجود في النص. هنجيب مساحة البارابولا اللي هو تلتين مساحة المستطيل، هيتضرب في نص وبالموجب، علشان ده موجب وده موجب. هنصفي الحسابات بتاعتنا تطلع 120 على اي اي. هنيجي بنفس الكلام نكامل كيو نوت كيو 4، بنضيف مستطيل فوق مستطيل تحت ونحول العزم الى هذا الشكل البسيط. هنا ده سيمتري مع الانتي سيمتري يساوي صفر. يبقى لنا تكامل مستطيل مع مستطيل هيساوي واحد على جي اي ار بره عن المشترك، يبقى اي بي ال على واحد، اربعة في سودس في ستة على واحد، الكلام ده يساوي اربعة على جي اي ار. تكامل ان نوت ان فور مستطيلين مع بعض، اي بي ال على واحد، 20 في سودس في 4 متر على واحد، بس ما ننساش الإشارة السالبة. ليه؟ عشان ده سالب وده موجب. كده قدرنا نحسب الثلاث تكاملات بتوعنا. هنعوض في القانون بتاعنا عشان نحسب سيتا بي، يطلع 120 على اي اي زائد 4 على جي اي ار ناقص 13.3 على اي اي. تعال نعوض بالاي اي والجي اي ار والاي اي ونصفي الحسابات برضو بنفس الكلام. هنلاقي ان ده صغير جدا اهو، 10 اس ناقص 3 و10 اس ناقص 6 و10 اس ناقص 5، فنلاقي ان التوتال ثيتا طلعت بموجب، يعني مع الاتجاه اللي احنا فرضينه صح، 1.67 في 10 اس ناقص 3 راديان. طبعا لو عايزين نحولها لدجري بنقسم على باي ونضرب في 180. عايزين نحسب زاوية الدوران عند الدي، برضه بسيطة جدا. هنبدأ نأثر بواحد كيلو نيوتن متر عند الدي، ونبدأ نجيب الرياكشن نتيجته يطلع سودس وسودس. هنيجي نرسم البيندنج مومنت ام 5،
نلاحظ طبعا ان مادام في 1 كيلو نيوتن متر موجود هنا، يبقى في دروب، تغير في المومنت. هنحسب المومنت قبليه بسنة من الناحية دي، يطلع سدس في 3.5 ودير السهم لتحت. ولو حسبنا بعديه من الناحية دي هنلاقي سدس في 3.5 ودير السهم لفوق، يبقى المومنت هنا على اليمين لتحت وعلى الشمال لفوق، وادي التغير في المومنت بتاعنا اللي احنا بنتكلم عليه ده كده M5. طبعا Q5 العمود معلهوش قوة عمودية، يبقى الشير بصفر، وهنا الشير نازل لتحت ناقص سدس. M5 نفس الكلام، العمود عليه تنشن بسدس والكاميرا معلهاش، يبقى موجب سدس. هنبدأ نطبق معادلة الفيرتشوال لوك بتاعتنا ونرجع نعوض فيها بتكامل ال M نوت M5 M نوت كيو نوت كيو 5 ان نوت ان 5 يساوي الكلام ده دبليو اكسترنال اللي هو 1 في سيتا دي. هنبدا نجري التكامل خطوه خطوه، العمود مع العمود صفر. لما نيجي هنا بقى هنقف، لان العمليه هنا هتبقى صعبه شويه. المفروض ان انا كامل المثلثين اللي تحت دول مره مع البارابولا ومره مع المثلث اللي فوق. أول ملحوظة إن تكامل المثلثين دول مع البارابولا يساوي صفر. ليه؟ لأن البارابولا دي سيمتري والمثلثين اللي تحت أنتي سيمتري، فهيدوني صفر. لأن لو كملت نص البارابولا مع المثلث ده هيديني القيمة بالسالب، ونص البارابولا مع المثلث ده هيديني نفس القيمة بالموجب، مجموعهم يساوي صفر. يبقى اللي باقي لينا إن إحنا عايزين نكامل المثلثين اللي عكس بعض دول مع المثلث القائم الزاوي اللي هو 24. يبقى ناخد واحد على اي اي بره عن المشترك ونبدا نكامل. هنيجي نقطع هنا ونحسب القيمه دي، طبعا في النص تطلع نص 24 يعني 12. اول حاجه عندي هنا مثلثين متشابهين اي بي ال على الثلاثه، يبقى 12 في نص في 3 متر على الثلاثه. طيب المثلث الثاني ده وده هيدي بالسالب، دي اول حاجه. غير كده دول هعتبرهم اثنين ترابيزويدال، اتنين شبه منحرف، يديني ال على التلاتة، 3 متر على التلاتة، اللي تحت بعض يتضربوا في بعض، 12 في نص و24 في صفر، مش هنكتبها، زائد نص المقص اللي هو 12 في صفر زائد نص في 24 زائد نص في 24. كده يبقى احنا كملنا المثلث مع المثلث والمثلث مع شبه المنحرف، نقدر نحسب القيمة دي هتطلع لنا بناقص 6 على اي اي. نفس الكلام ما نقدر نجري عملية تكامل الكيو 5 بعد التعديل اللي عدلناه على كيو نوت، بسيط جدا. طبعا ده مع المثلثين دول بصفر، سيمتري مع انتي سيمتري، مستطيلين مع بعض هنكملهم، هيطلع لي 4 على جي اي ار. برضو الان نوت والان 5 تكاملهم سهل، مستطيلين مع بعض، واحد على اي اي بره عامل مشترك اي بي ال على الواحد عشان مستطيلين، وطبعا باشاره سالبه علشان ده سالب وده موجب، يديني ناقص 13 و33 من 100 على اي اي. هنبدا نعوض مكان كل تكامل بالقيمه اللي احنا حسبناها منها شويه، ونعوض مكان الكونستانتس القيم الثوابت اللي عندنا الاي اي والجي اي ار والاي اي باللي احنا حسبناهم في الاول، ونصفي الحسابات بتاعتنا، يطلع ناقص 0.8 في 10 اس ناقص 4 و5 في 10 اس ناقص 6 وناقص 0.5 في 10 اس ناقص 5. لو صفينا هيطلع ناقص 0.89 في 10 اس ناقص 4 راديان. طبعا في تغير طفيف حصل في قيمه الثيتا اللي نتجت عن المومنت، لان طبعا الثيتا هنا صغيره جدا، فالنورمال والشير اثرهم معانا. بقينا في المسألة دي حساب حاجة واحدة، زاوية الدوران عند النقطة A هنبدأ نأثر بواحد كيلو نيوتن متر عند ال A. نحسب برضو الرياكشن اللي يطلع سدس. هنيجي نرسم المومنت، طبعا المومنت هنا على رجل الفريم دي هيطلع مستطيل ثابت مقداره واحد. ليه؟ لأن مفيش أي قوة أفقية تعمل تغير في المومنت، فالمومنت من الأول بواحد ويدن ولجوه ناحيه دير السهم، ويدن ثابت لغايه فوق، يقلب معانا هنا بواحد ويوصل للصفر عند الهنج اللي هي سي، يبقى ده عباره عن ام 6. ان كيو 6 زي اللي فات بالظبط، من على ايد الشمال ونازل يديني سودس ويقفل معايا. الان 6 برضو نفس الكلام، مستطيل لبره تنشن مقداره سودس.
تعال نشوف مع بعض، هنيجي نطبق معاد في الفيرتشوال وورك. دبليو اكسترنال بتساوي دبليو انترنال. دبليو اكسترنال بتساوي 1 كيلو نيوتن متر عزم في الثيتا المقابل اللي هي ثيتا ايه، هيساوي تكامل ام نوت ام 6 كيو نوت كيو 6 ان نوت ام 6. تعال نجري هذه التكاملات. هنكمل دلوقتي ام نوت ام 6، لما نيجي نكمل هنكمل العمود مع العمود والكاميرا مع الكاميرا زي ما بنعيد ونزيد. لو كان الاي اي للعمود غير الكاميرا ما كانش ينفع ناخد واحد على اي اي بره عامل مشترك زي ما عملنا دلوقتي. كنا نعمل زي ما بنعمل في بيم لو نفتكر، نكمل كل جزء مع نظيره ونقسمه على الاي اي الخاصه بيه. طبعا هنا التكامل سهل جدا، عندي مستطيل مع مثلث اهو والاثنين موجبين، وعندي هنا طبعا هنكمل المستطيل مع المثلث ده والمستطيل مع المثلث ده، ونرجع نكمل المثلث مع المثلث والمثلث مع البارابولا اللي قدامنا. طبعا مستطيل مع مثلث هيساوي 24، هنكمل اول المثلثين دول مع بعض، 24 في 1 في 6 على 3، مثلث مع مثلث يبقى على 3. البارابولا مساحتها تلتين مساحة المستطيل والسي جي بتاعها في النص، تتضرب في نص اللي هو الكوردينيت المقابل للسي جي بتاعها. نيجي نشوف العمود، هنلاقي مستطيل مع مثلث اي بي ال على 2، 24 في 1 في 4 على 2، ومثلث مع مستطيل هنجيب مساحة المثلث نص القاعدة في الارتفاع 12 في 4 على 2 في الكوردينيت المقابل للسي جي اللي هو 1. يبقى احنا كده كملنا الكاميرا مع الكاميرا والعمود مع العمود. هتصفي الكلام ده هيطلع 192 على اي اي. لو جينا نشوف تكامل كيو نوت كيو 6 هنلاقيه بسيط، هنغير الكيو نوت ونخليها بالشكل الجديد اللي احنا اتفقنا عليه. العمود صفر والعمود هنا عليه ارقام يبقى برضه صفر، تكاملا بصفر. مثلثين انتي سيمتري مع مستطيل سيمتري بصفر، يبقى لنا مستطيل مع مستطيل اي بي ال على 1 وبالموجب عشان ده سالب وده سالب يبقى 4 على جي اي ار. نفس القصه ان نوت ان 1 واحد على اي اي بره عن المشترك، ويبقى لنا تكامل مستطيلين يبقى ناقص عشان ده سالب وده موجب اي بي ال على 1. هنبدا نعوض في تكامل كيو نوت كيو 6 ام نوت ام 6 ان نوت ام 6 بالقيم اللي لسه حاسبينها من شويه، وهنعوض مكان الاي اي والجي اي ار والاي اي بالقيم اللي احنا حاسبينها. هيطلع لنا ادي نشوف اهو 10 اس ناقص 3 10 اس ناقص 6 10 اس ناقص 5، يبقى هنلاقي ان الثيتا اي قيمتها ب 2 في 10 اس ناقص 3 راديان. مثال رقم 2 بيقول لي قم بحساب الازاحه الراسيه والافقيه والدوران النسبي عند النقطة سي والإزاحات النسبية بين النقطتين دي ودي داش للإطار المبين بالشكل، علما بأن المقدار إي آي بيساوي 20,000 كيلو نيوتن على السنتيمتر المربع لجميع العناصر. Calculate the vertical and the horizontal deformation and relative rotation at point C and relative deformation between deformations between the two points D and D dash for the shown frame where EI equal 20,000 كيلو نيوتن بير متر سكوير for all members. تعالوا مع بعض، ده الفريم اللي احنا بنتكلم عليه. الفريم ده مش سيمتري ولا هو انتي سيمتري ولا هو انتي سيمتري. طيب عايزين نرسم له، هم مديني هنا في المسألة الـ EI بس، معناه ان احنا مش هنرسم النورمال ولا الشير، لان زي ما شفنا في المسألة اللي فاتت ان تكامل النورمال والشير بيدوا قيم صغيرة في معظم الاحيان ما بيكونش ليها اي تأثير او تأثير ضعيف جدا على قيم الديفليكشن. فهو مديني، ما دام اداني الـ EI بس يبقى احنا هنشتغل على المومنت فقط. لو كان اداني الـ EA والـ GAR يبقى لازم ان احنا كنا ناخدهم في الاعتبار ونشتغل زي المساله اللي فاتت. طيب لما نيجي نرسم المومنت في الحاله اللي قدامنا دي هنلاقي ان المومنت هيبقى صعب جدا لان فريم كبير فهنعمل ايه؟ هنرسم، هنعتبر ان المساله دي هنحلها بالسوبر بوزيشن. يعني نفترض ان هي مجموع مسالتين، لان الحمل ال 12 كيلو نيوتن متر ده هو ده اللي اخل بالتماثل. فنعتبر ان المساله بتاعت عباره عن مسالتين مجموعين على بعض، مجموعين على بعض، وهو ده مبدا السوبر بوزيشن. يبقى انا عندي فريم اهو سيمتري
زائد فريم تاني واقف عليه حمل، ده ليس بسيمتري ولا انتي سيمتري ولا انتي سيمتري. كلام جميل. تعالى بقى نشوف مع بعض، نرسم المومنت النوت للفريم ده والفريم ده ونجمعهم مع بعض. لو خدنا مع بعض الفريم ده هنلاقي ان احنا نجيب الرياكشن فروم سيمتري، انا عندي هنا 12 كيلو نيوتن على المتر في 8 متر، هيجي نص الناحيه دي ونص الناحيه دي، يعني 12 في 4 ب 48 و12 في 4 ب 48، وال 12 وال 12 هيجي برضه هنا 12 وهنا 12، 12 و48 يبقى 60 و60. طيب في هنا هوريزونتال رياكشن هجيبه ازاي؟ عن طريق سيجما ام سي ليفت او رايت يساوي صفر. هناخد سيجما المومنت حوالين سي رايت يساوي صفر. الاقي في عندي هنا كام قوه؟ تعالوا نشوف مع بعض. هنلاقي في عندنا هنا قوه 12 في 4 ب 48، والذراع العزم بتاعها 2 متر. وهنلاقي في قوه تانيه 12 ذراع العزم بتاعها 3 متر، لان المسافه دي كلها 4 وشلت منها واحد. وهنلاقي في قوة 60 ذراع العزم بتاعها 4 متر. وهنلاقي في قوة اكس هنا ذراع العزم بتاعها 9 متر. يبقى هنلاقي ان احنا ادي 12 في 4 في 2، دي اللي هي العزم بتاع اليونيفورم لود، بس مش الشوية اللي على اليمين، مش باخد عزم كله لاني واخد سيجما المومنت حوالين سي رايت. سي رايت يبقى 12 في 4 في 2، ده عزم الجزء من اليونيفورم لود اللي على يميني، زائد 12 في 3 ده عزم ال 12 كيلو نيوتن دي، ناقص 60 في 4 ده عزم الرياكشن 60، زائد 9 اكس يساوي صفر. هنحسب الاكس تطلع ب 12 كيلو نيوتن، يبقى الاكس ب 12، وعن طريق سيجما اف اكس نحسب اكس الناحيه الثانيه تطلع ب 12. يبقى كده حسبنا قيم ردود الافعال تمهيدا لرسم البندنج مومنت ام نوت. اول حاجه ناخد بالنا منها لما نيجي نبص على رجل الفريم ده، هنلاقي ان العمود ده المومنت هنا في الاخر بصفر، والمومنت هنا 12 في 4 ب 48، ودي لسه من بره. طيب ال 12 دي هتجيب لي عزم 12 في 1 ب 12، ودي لسه من فوق. لازم نيجي عند النقطة دي ونعمل اتزان كونكشن ثلاثية، وصلة ثلاثية. العزم هنا لبره مقداره 48، ادي السهم بتاعه، والعزم هنا لفوق مقداره 12. يبقى لازم الرجل اللي فوق دي يجي العزم عليها عامل كده مقداره فرق الاثنين من بعض 36، بحيث يبقى 36 و12 عكسهم 48، يبقى العزم هنا ناحيه بره مقداره هنا تحت 36. طيب فوق خالص بقى هنا العزم يساوي كام؟ هنحسبه 12 في 6، 12 في 6 ناقص 12 في 1. 12 في 6 بيلففني كده، و12 في 1 بيلففني كده، يبقى المحصله بتاعتهم 12 في 5 اللي هي 60، وديل السهم اللي بره، يبقى ادي العزم هنا من 36 الى 60. ال 60 هتتقلب هنا ب 60 وتنزل بصفر عند الانترميديت هنج. طيب بس نفتكر ان احنا عندنا هنا اليونيفورم لود موجود، يبقى لازم نعلق بارابولا. السؤال بقى بارابولا دي ارتفاعها يبقى كام؟ هل ينفع نقول ان مساحتها دبليو ال تكعيب على 12؟ لا، لازم نرجع نشتغل بالاسلوب الاصل بتاعنا. البارابولا دي ارتفاعها يساوي دبليو ال تربيع على 8. انهي ال؟ ال المايله ولا ال الافقيه ولا ال ال داش؟ يمكن استفدنا الكلام ده في منهج سنه اولى ووضحنا ان ده كده مرسوم على الافقي، يبقى تركيزه هيكون في الافقي. ولما اجي اخد العزوم هستخدم الطول الافقي، يبقى البارابولا بتاعته دي ارتفاعها دبليو ال الافقي تربيع على 8. يبقى ضربنا 12 في 4 تربيع على 8 تساوي 24. الفريم اللي قدامنا ده سيمتري، هنقلب نص الناحيه زي الناحيه الثانيه في النص الثاني، المومنت اللي بره سالب والجوه موجب، فوق سالب وتحت موجب. يبقى رسمنا ده هو ام او اي، ده ام نوت بس اي. ليه؟ لان في لسه عندنا عزم تاني نتيجه ال 12 كيلو نيوتن.
تعال نشوف مع بعض. انا عندي هنا 12 كيلو نيوتن بتأثر هنا، هناخد العزوم عند الاي، يبقى 12 في 6 تساوي واي في 8. هيطلع لي الرياكشن هنا ب9، هيطلع لي الرياكشن هنا ب9، والرياكشن سيجما اف واي هنا ب9 لتحت. لو خدنا المومنت حوالين السي رايت، هنلاحظ ان 9 في 4 لازم تساوي 4 في 9، يبقى لازم الرياكشن الافقي ده يكون قيمته ب4. لو خدنا سيجما المومنت حوالين النقطه سي رايت هنا، فمفيش اي قوه غير القوه الرئيسيه، الرياكشن الرأسي ده والافقي ده، يبقى لازم عزمهم زي بعض. العزم بتاع الرياكشن الرأسي 9 في 4، طب والافقي اكس في 9، يبقى لازم الاكس تكون بكام؟ ب4. وسيجما اف اكس او صفر، يطلع لي ان الرياكشن هنا مقداره 8. هنقدر بص نرسم المومنت، المومنت هنا بصفر، المومنت هنا على طول لفوق، ما دام الدراع ده معلوش حمل يبقى ناخد المومنت فوق على طول، يطلع لي 4 في 6 ب24، يتقلب لي وينزل للصفر. الناحية التانية نفس الكلام، المومنت هنا مقداره الصفر عند السبورت ايه، المومنت هنا مقداره 8 في 6 ب48، يتقلب لي هنا وينزل للصفر. ده ام نوت، المومنت البره سالب والجوه موجب، ده ام او بي اللي هو ام نوت بي، ده العزم الثاني بتاع ام نوت. يبقى المومنت بتاعنا دلوقتي بقى عباره عن شكلين، ام نوت اي وام نوت بي. تعال نشوف، عايزين نحسب الازاحه الرأسية عند النقطه سي، هنعمل ايه؟ هنوقف 1 كيلو نيوتن عند السي ونرسم له المومنت اللي هو ام 1. طبعا الرياكشن هنا بالسهوله هيساوي نص 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 نص. هناخد سيجما المومنت حوالين السي رايت، يبقى نص في 4، نص في 4 ب2، والرياكشن الافقي لازم يتساوي 2 على 9 عشان يبقى عزمه كمان ب2. نشوف الحته دي مع بعض، لو خدنا العزوم يمين كده حوالين السي رايت هيديني نص في 4، بيلففني كده عزم مقداره 2 كيلو نيوتن متر، والاتنين على 9 في 9 تديني برضو عزم كده مقداره 2 كيلو نيوتن متر. يبقى الرياكشن هنا 2 على 9 الافقي، وسيجما اف اكس يبقى 2 على 9، العزم هنا بصفر، العزم هنا هيساوي 2 على 9 في 6، 2 على 9 في 6 هيساوي 4 على 3، يتقلب على الكاميرا اللي عندنا المايله وينزل للصفر عند الانترنت هنج، وطبعا ده شكل متماثل يبقى يتقلب لي الناحيه الثانيه برضو متماثل. عايزين نطبق معادله الفيرتشوال وورك عشان نجيب الديفليكشن الرأسي عند السي، دبليو اكسترنال بتساوي دبليو انترنال، دبليو اكسترنال هتساوي 1 كيلو نيوتن عند السي رأسي في الدلتا سي فيرتيكال. المفروض الكلام ده يساوي تكامل ام نوت، ام نوت ده كله مع ام 1. ام نوت عندنا زي ما لسه قايلين عباره عن شكلين، ام نوت اي وام نوت بي، يبقى هنقول يبقى الواحد في دلتا سي فيرتيكال هيساوي تكامل ام نوت اي ام 1 زائد تكامل ام نوت بي ام 1. تعال نكمل ام نوت اي مع ام 1، واضح جدا ان ده سيمتري وده سيمتري، العمليه تبقى سهله شويه. هنعمل ايه؟ هنقول يبقى تكامل ام نوت اي مع ام 1 هيساوي 2 على اي اي. ليه قلت هنا 2؟ لان ده سيمتري وده سيمتري، فانا هكامل النص مع النص وهضرب في 2، وهي دي الاثنين اللي انا حطيتها عشان الجزئين. لما نيجي نكامل نلاحظ ان هنا في تغير في المومنت، فانا لازم هنا اجي احسب قيمة المومنت هنا بكام؟ طبعا قيمة المومنت هنا 2 على 9 في 4 ب 8 على 9، لأن القيمة دي هتفرق معايا كتير. لأن هاجي كامل مثلث سالب مع مثلث سالب يديني الموجب ABL على التلاتة، يبقى 48 في 8 على 9 في مسافة رأسية 4 على 3، 48 في 8 على 9 في 4 على التلاتة. طيب لما اجي كامل ده مع ده، اتنين ترابيزويدال، ده بقى اتنين ترابيزويدال، اتنين شبه منحرف صريحين، يديني ال على التلاتة، ال ال ب2 متر، ال ال عندنا ب2 متر، فهنيجي نقول ال على التلاتة يبقى 2 على التلاتة، اللي تحت بعض يضرب في بعض، 36 في 8 على 9 زائد 60، ما يقل دي 60 في 4 على 3.
زائد نص المقص اللي هو 60 في 8 على 9 و36 في 4 على 3. يبقى كده خلصنا العمود ده مع العمود ده. طبعا نظرا لان الكنتليفر ده العزم عليه بصفر فتكامله مع المثلث اللي فوق بصفر. تعال نكمل الجزء اللي فوق، هنلاقي في عندنا هنا مثلث هيتكامل مع مثلث، سالب سالب يدي موجب، ومثلث مع بارابولا يدي سالب. مثلث مع مثلث هيديني اي بي ال على الثلاثه، المثلثين متشابهين. يبقى 60 في 4 على 3 في 5 متر، نلاحظ بقى 5 متر هو الطول على الثلاثة، ناقص تكامل البارابولا مع المثلث. البارابولا دي مساحتها بكام؟ بتلتين مساحة المستطيل. يبقى تلتين في 24 في 5 متر، تلتين في 24 في 5 متر. السي جي بتاعها فين؟ في النص. لو جينا نجيب القيمة هنا في النص نلاقيها نص الأربعة الثلاثة، يعني 2 على 3. يبقى احنا كده حسبنا الحسابات بتاعتنا، هنقدر نصفي الكلام ده يطلع 490 و2 على اي اي. ده كده اللي هو مين؟ تكامل ام او اي مع ام 1. لسه هنكمل ام او بي مع ام 1. ادي ام او بي مع ام 1، ده اسهل شويه من اللي فات. عندي هنا مثلثين متشابهين، مثلثين متشابهين، الاثنين دول بالسالب مع السالب يدي موجب. اما هنا مثلثين متشابهين ومثلثين متشابهين برضو، بس واحد سالب واحد موجب يديني سالب. يبقى تكامل ام او ام نوت بي مع ام 1 هيساوي واحد على اي اي، مش هقول اثنين لان ده مش سيمتري اصلا، اللي تحت ده اللي فوق ده مش سيمتري. يبقى كان ده هيساوي مثلثين متشابهين 24 في 4 على 3 في 6 متر على 3، زائد مثلثين برضو متشابهين 24 في 4 على 3 في 5 على 3. نيجي هنا بقى دول عكس، ده سالب مع موجب وسالب مع موجب بيدي بالسالب. يبقى نيجي هنا سالب 48 في 4 على 3 في 4 متر على في 6 متر على 3 اللي هو الارتفاع ده كله، وبرضه للجزء المايل ناقص 48 في 4 على 3 في 5 متر هو طول المايل ده على الثلاثة. هنصفي الحسابات بتاعتنا تطلع سالب 117.33. انا عايز اطبق، ارجع اطبق دبليو اكسترنال يساوي دبليو انترنال، وكنا قلنا واحد في دلتا سي فيرتيكال يساوي تكامل ام نوت ام 1، وام نوت ام 1 قسمناه تقسيمتين، واحده مع ام او اي وواحده مع ام او بي. تعال نعوض بالقيم، 490 على اي اي ناقص 110 على اي اي هيساوي 373 على الاي اي. هي دي الديفليكشن الدلتا سي فيرتيكال عند النقطة سي. طيب عايزين نحسب الإزاحة الأفقية عند النقطة سي، هنعمل ايه؟ هنحط عند النقطة سي 1 كيلو نيوتن متر أفقي. نيجي نحسب، هنيجي نقول هناخد العزوم هنا عند الاي، نقول 1 في 9 تساوي واي في 8، يبقى لازم الواي دي تساوي 9 على 8، وسيجما اف واي تساوي 0 يبقى 9 على 8 عكسية. لو خدنا العزوم حوالين نقطة سي رايت، سي رايت هنلاقي 9 على 8 في 4 ب 9 على 2، المفروض تساوي اكس في 9، يبقى الاكس لازم هتساوي نص بوينت 5، نص او بوينت 5. سيجما اف اكس تساوي 0 يبقى هنا برضو الاكس ببوينت 5. طيب كلام جميل، واضح جدا ان المسألة دي انتي سيمتري، انتي سيمتري. فنيجي نرسم المومنت، المومنت هنا بصفر، المومنت هنا نص في 6 ب 3 هيتقلب ال 3 يوصل لصفر، المومنت هنا سالب، طبعا المومنت على الجنب الثاني عشان انتي سيمتري يبقى عكسه لجوه. حتى لو ما اكتشفش ان هو انتي سيمتري وجيت ترسم المومنت هتلاقي المومنت هنا بصفر، المومنت هنا بنص في 6 ب 3 متر بر ب 3 كيلو نيوتن متر ناحيه جوه، ويتقلب ويوصل لصفر. يبقى ام 2 عندنا طلع بالايه؟ بالسالب. هنيجي نطبق مومنت البره سالب وجوه موجب. هنطبق معادله الفيرتشوال ورك، دبليو اكسترنال بتساوي دبليو انترنال. دبليو اكسترنال هتساوي الواحد كيلو نيوتن متر الافقي في الدلتا سي هوريزونتال، المفروض الكلام ده يساوي تكامل ام نوت ام 2 على اي اي دي اكس، نظرا لان الاي اي ثابته للمساله كلها ناخدها بره عامل مشترك. هنفصل تكامل ام نوت ام 2 الى ام نوت اي ام 2 وتكامل ام نوت بي ام 2. هنيجي نكامل ام نوت اي ام 2 هنطلع بصفر. ليه؟ لان ده سيمتري
وده انتي سيمتري، ودي ميزه كبيره جدا للفصل اللي احنا فصلناه من اول المساله، ان اعتبرت ان جزء سيمتري وجزء ان سيمتري. انا دلوقتي لما اجي اكمل ده انتي سيمتري، شفنا لما جينا كملنا التكامل اللي فات عشان سيمتري مع سيمتري كملنا النص وضربناه في اتنين، هنا ده انتي سيمتري مع سيمتري هنروح حاطين على طول بيساوي صفر، لان اتكلمنا قبل كده في الموضوع ده ان تكامل الشكل اي شكل سيمتري مع اي شكل انتي سيمتري بيساوي صفر، لان النص ده مع ده هيدي التاني زيه بالظبط بس باشاره مخالفه. طيب تكامل ام نوت بي مع ام 2 ده سهل جدا، ما فيش فيه اي مشكله، واحد على اي مثلثين متشابهين مثلثين متشابهين مثلثين متشابهين مثلثين متشابهين، يبقى ناخد اي بي ال على الثلاثه لكل واحد فيهم وكلهم هيطلعوا بالموجب، لان يعني سالب مع سالب سالب مع سالب موجب مع موجب موجب مع موجب، ادي الاربع مقادير اللي عندنا اي بي ال 24 في 3 في 6 على 3، و24 دي في 3 في 5 على 3، و48 في 3 على في 6 على 3، و48 في 3 في 5 على 3 هنصفي يطلع 792. لو جينا نعوض في التكامل بتاعنا، التكامل ام نوت اي زي ما شفنا ام 2 كان بصفر، وتكامل ام نوت بي ام 2 كان ب 792 على اي، يبقى الدلتا سي هوريزونتال هتساوي 792 على الاي اي. لو قسمنا على الاي اي اللي هي ب 20000 هيطلع لنا ان الدلتا سي هوريزونتال هتساوي 39 مللي و6 من 10. طيب عايزين نحسب زاويه الدوران النسبي عند النقطه سي، خدنا قبل كده في البيم لما نكون عايزين نحسب الريلاتيف روتيشن او الريلاتيف سلوب، بنحط هنا واحد عازمين عكس بعض، واحد كيلو نيوتن متر وواحد كيلو نيوتن متر على يمين وشمال انترميديت هنج زي ما هو واضح قدامنا. طبعا لما نيجي نحسب العزوم هنا هنلاقي ان الفيرتيكال رياكشن العزم الراسي الرياكشن الراسي رد الفعل الراسي بصفار، لان لو جينا خدنا العزم هنا عشان نجيب رد الفعل الراسي هنلاقي العزم ده بيلاش العزم ده، يبقى ده بصفر وده بصفر. بس لو جينا خدنا السيجما المومنت رايت او ليفت، تعالى ناخد رايت كده، لو جينا خدنا السيجما المومنت رايت هنلاقي ان الواحد كيلو نيوتن متر دي بتلف عكس عقارب الساعه، يبقى لازم الاكس اللي عندي هنا تلف تعمل لي عزم مع عقارب الساعه وتجيب لي نفس العزم، يبقى لازم يكون 9 عشان يتضرب في مسافه 9 يساوي 1 ايضا، وده اللي واضح قدامنا سيجما اف اكس او صفر، يبقى ده كده ب9. تعال نرسم مع بعض البندنج مومنت، هنا هنلاقيه سهل طبعا ده سيمتري، لو حسبنا المومنت هنا بصفر المومنت هنا فوق هيساوي 9 في 6 بتلتين ويتقلب هنا بتلتين، العزم عن الترمينال تنج بصفر بس بعد منها بسنه في عندي كونسنتريتد مومنت يعمل لي تغير فجائي في المومنت، فلاقي المومنت ناحيه فوق مقداره 1 كيلو نيوتن متر، وطبعا ده سيمتري يبقى الناحيه الثانيه زيه بالظبط والعزم لبره بالسلم. هنبدا عشان نعمل نجيب زاويه الدوران النسبي، هنطبق المعادله بتاعه الفيرتشوال ورك وهنقول ان دبليو اكسترنال بيساوي دبليو انترنال، دبليو اكسترنال هيساوي الواحد كيلو نيوتن متر في السيتا سي ريلاتيف، لان ده بيجيب الزاويه دي وده بيجيب الزاويه دي والاثنين مع بعض بيجيبوا الزاويه النسبيه اللي بينهم. هيساوي تكامل ام نوت ام 3 على اي اي، والام نوت زي ما احنا عارفين عباره عن عزمين، عزم ام نوت اي وام نوت بي، فلازم هيساوي مجموع التكاملين. تعالوا نشوف مع بعض لما نكامل ام او اي ام نوت اي مع ام 3، واضح ان ده سيمتري وده سيمتري، يبقى نقدر ناخد اتنين بره عامل مشترك ونكامل النص مع النص. لو جينا نشوف مع بعض هنيجي نقف هنا ونعمل قطع عند التغير الفجائي اللي في المومنت هنا، وهنحسب القيمه دي 9 في 4 ب 4 تتساع، وهنبدا نكامل، هنقول ده مثلث مع مثلث اي بي ال على الثلاثه، يبقى 48 في 4 على 9 في 4 على 3. لما نيجي هنا ده مع ده 2 ترابيزويدال ال على 3، المسافه دي ب 2، يبقى 2 على 3 في اللي تحت بعض يتضربوا في بعض 36 في 4 على 9 زائد 60 في 2 على 3 زائد نص المقص اللي هو 36 في 2 على 3 زائد 60 في 4 على 9، ما هي دي القيمة دي ب 60 ودي ب 60 من الاتزان.
طيب نيجي بعد كده عايزين نكمل الترابيزويدال ده مع المثلث ده، هنيجي نقول زائد 5 على 3 اللي هو الا 3 برضه اللي تحت بعض في بعض 60 في 2 على 3 المفروض زائد 1 في الصفر مش هنكتبه، زائد نص ناقص 0 في 2 على 3 برضه ما يلزمنيش، و60 في 1. يبقى لنا البارابولا بتاعتنا، هنجيب مساحة البارابولا اللي هي تلتين مساحة المستطيل في الكوردينيت المقابل ليها اللي هو المتوسط ما بين الاتنين على التلاتة والواحد، المتوسط اللي هو 1 زائد 2 على 3 على 2 ده المتوسط بتاعهم اللي هو القيمة اللي في النص، وطبعا بالسالب لأن ده موجب مع سالب، اللي قبل كده كلهم كانوا سالب مع سالب فكان بيديني موجب موجب موجب، لكن هنا في المقدار ده البارابولا بالموجب لكن العزم هنا بالسالب فيتضرب في إشارة سالبة. هنصفي الحسابات دي كلها هتطلع 132 و67 من 100 على اي اي. تعال نشوف مع بعض تكامل بقى ام نوت بي مع ام 3، ده ما فيش فيه مشكلة، مثلثين مثلث وترابزويدال مثلث وترابزويدال مثلثين، فنلاقي في عندنا اي بي ال على الثلاثة 24 في 2 في 6 متر على 3 زائد ده مع ده 5 على 3 الطول اللي هو ال 5 على 3 24 في 2 زائد نص المقص اللي هو 1 في 24 لأن القيمة الثانية هنا بزيرو. طيب نيجي هنا برضو عندنا اتنين ترابيزوي بس ده هيبقى بالسالب عشان سالب مع موجب، هيبقى 5 على 3 اللي تحت بعض ضربه في بعض 48 في 2 طبعا 1 في 0 مش هنكتبها، زائد نص المقص اللي هو 1 في 48. نيجي هنا مثلثين برضو متشابهين، واحد سالب واحد موجب يديني سالب a بي ال على التلاتة، a ب 48 b ب 2 ال ب 6 على التلاتة، هنصفي هذا الكلام هيطلع سالب 78 على اي اي. تعالوا نجمع مع بعض التكاملين اللي احنا عملناهم، تكامل ام نوت A مع M3 وتكمل M نوت B مع M3، ده طلع ب 490 وده طلع ب 78، نطرحهم من بعض بس كده كان بإشارة سالبة فيساوي 412 على EI. لو عوضنا بالـ EI اللي هي 20000 يطلع لنا ثيتا C ريلاتيف ب 0.02 راديان. طيب عايزين نبدا نحسب الازاحه الافقيه النسبيه، وقال لي احسب الازاحات النسبيه ما بين نقطتين دي ودي داش، هنحسب مره الازاحه الافقيه النسبيه والازاحه الراسيه النسبيه والازاحه الدورانيه النسبيه. لو جينا نشوف الازاحه الافقيه النسبيه هنيجي عند النقطه دي ودي داش، نحط هنا 1 كيلو نيوتن 1 كيلو نيوتن ونبدا نجيب العزوم بتاعتنا ورد الفعل عشان نبدا نكمل ونجيب الديفليكشن. طبعا لما احط هنا 1 كيلو نيوتن 1 كيلو نيوتن واخد العزوم عند الاي يطلع لي الرياكشن الراسي هنا عند البي بصفر وعند الاي كمان يطلع بصفر، هناخد سيجما المومنت حوالين سي رايت، هلاقي ان 1 كيلو نيوتن ده ذراع العزم بتاعه ب 5 وبيعمل لي عزم عكس عقارب الساعه، يبقى لازم تجي لي هنا قوه مقدارها برضو تجيب لي عزم عكسه، ده عزم ب 5 يبقى لازم يكون 5 على 9 عشان يتضرب في 9 يدينا برضو عزم مقداره 5، وده اللي حصل جاب لي قوة 5 على 9 عشان لما ياخد العزم هنا يبقى 1 في 5 تساوي 5 على 9 في 9، سيجما فيكس او صفر يبقى هنا برضو القوة الأفقية بكام؟ ب 5 على 9. ده كده اللي هو ام، عايزين بقى نرسم الام اللي هو ام 4، العزم هنا بصفر طبعا، العزم هنا يطلع ب 9 على 4 على 5 على 9 في 4 ب 20 على ال 9، ونيجي ناخد العزم هنا نيجي ناخد العزم هنا هنلاقي في عندي عزمين عكس بعض، في عندي 9 على 5 في 6 5 على 9 في 6 5 على 9 في 6 يساوي 30 على 9 اللي هي 10 على 3، لكن في عندي هنا برضو عزم عكسه اللي هو 1 في 2 ب 2، نطرح 2 من 10 على 3 يتبقى لنا 4 على 3، عن طريق الاتزان تدي 4 على 3
وتنزل الى صفر، نظرا لان الشكل بتاعنا متماثل، يبقى نقلب المومنت الناحية التانية بالتماثل. ده اللي سميناه ام 4، هنبدأ ناخده ونكمله. هنطبق معادلة الفيرتشوال وورك دبليو اكسترنال بيساوي دبليو انترنال. دبليو اكسترنال هيساوي واحد في دلتا دي هوريزونتال ريلاتيف، هيساوي عشان هنا في 1 كيلو نيوتن و1 كيلو نيوتن، هيساوي الكلام ده تكامل ام نوت مع ام 4. ام نوت دي عباره عن جزئين، ام نوت اي وام نوت بي. هنبدا نجري كل تكامل على حده لوحده نظرا لان ده متماثل وده متماثل، فهنعمل ايه؟ هنعمل ان احنا هنكامل النص ونضرب في 2، يبقى 2 على اي اي، ونبدا نكامل النص مع النص. عندي هنا مثلثين متشابهين اي بي ال على 3، يبقى 48 في 20 على 9 في 4 على 3. عندي هنا 2 ترابيزويدال، الاثنين كاملين، هنبدا نقول ال على 3 اللي هي 2 على 3، اللي تحت بعض يتضربوا في بعض، 36 في 90 زائد 60 في 4 3 زائد نص المقص اللي هو 60 في 90 و36 في 4 على 3. نيجي هنا مثلثين متشابهين اي بي ال على 3، 60 في 4 3 في 5 على 3، يبقى 60 في 4 3 في 5 على 3. بعد كده عندنا هنا برضو مثلثين، البارابولا لسه احنا في البارابولا، لسه في البارابولا، هنجيب مساحة البارابولا. طبعا ده موجب ده عز السالب، ده موجب وده سالب، يوم تديني مساحة البارابولا اللي هي تلتين مساحة المستطيل في الكوردينيت المقابل اللي هي تحتيها. اذا كان دي ب 4 على 3 يبقى اللي في النص هنا ب 2 على 3. هنحسب الحسبانيه دي تطلع ب 778 وثلثين. لو جينا نكمل بقى ام نوت بي مع ام 4، هنلاقي ان احنا محتاجين نقسم المثلث ده من فوق من هنا، بحيث ان احنا مش هنقدر ان احنا نكمل المثلث ده مع الشكل ده، فاللي هيحصل ان احنا نيجي نقطع هنا ونحسب القيمه دي بنسبه التناسب تطلع ب 16. هلاقي عندي هنا ادي مثلث وادي مثلث متشابهين اي بي ال على 3، 16 في 20 على 9 في 4 على 3. عندي هنا 2 ترابيزويدال، ادي واحد وادي الثاني، يبقى على طول ال على 3 وهنجيبه. طب عندي هنا مثلثين متشابهين برضو اي بي ال على 3، يبقى 24 في 4 على 3 في 5 على 3. ادي الاثنين ترابيزويدال مع بعض، ادي الاثنين ترابيزويدال مع بعض، اللي على 3 اللي 2 على 3 اللي تحت بعض يتضربوا في بعض، 16 في 20 على 9 زائد 24 في 4 على 3 زائد نص المقص اللي هو 4 على 3 في 16 و24 في 20 على 9. كده نبقى احنا كملنا الشكلين. نيجي نبص على الناحية التانية نفس الكلام هنعمله. هنيجي نقول عندي هنا برضو 2 ترابيزويدال اهم، دي ب 32 القيمة اللي هنا، هنكامل الاثنين ترابيزويدال دول مع بعض، يديني ال على 3 اللي هي 2 على 3 وبالسالب عشان ده موجب وده سالب مختلفين عن بعض، يبقى تحت بعض يتضربوا في بعض، 48 في 4 على 3 و32 في 20 على 9 زائد نص المقص. بان المثلث ده مع المثلث ده والمثلث ده مع المثلث ده، فهنلاقي المثلث اللي تحت ده بيساوي اي بي ال على 3، يبقى سالب عشان ده موجب سالب، 32 في 20 على 9 في 20 على 9 في 4 على 3. المثلثين اللي فوق برضه بالسالب اي بي ال على 3، يبقى 48 في 4 على 3 في 5 على 3. لو صفينا الكلام ده يطلع ناقص 170. لو جينا نشوف الإزاحة الأفقية اللي احنا شفناها ده كده، حسبنا ام نوت اي مع ام 4 تكامل، وحسبنا تكامل ام نوت بي مع ام 4. لو جينا نشوف الإزاحة النسبية بين النقطتين ونرجع لمعادلة الفيرتشوال ورك اللي احنا اتكلمنا عليها من شوية، هنلاقي ان ام نوت اي ام 4 تكامله هيساوي 778، اما تكامل ام نوت بي مع ام 1 فهيساوي ناقص 170، يعني المحصله هتساوي 608 على اي اي. لو قسمنا على 20000 يطلع لي ان دلتا دي هوريزونتال ريليتيف هتساوي
30 ملي متر. يعني النصين دول هيقربوا افقيا من بعض، او بقى اقول هنا هيبعدوا عن بعض، لان هي طالعه بالموجب، يبقى معناه ان هم في الاتجاه اللي احنا فرضينه صح، هيبعدوا عن بعض مسافه مقدار 30 ملي متر. لو عايزين نحسب الساعه على الراسيه هنعمل ايه؟ هنحط نيجي هنا نحط 1 كيلو نيوتن راسي و1 كيلو نيوتن راسي عكس بعض عكس بعض. طبعا ما حدش يجي يقول ان هنا ده هيجيب لي رياكشن بصفر، مش هيجيب رياكشن بصفر، لان الواحد دي مع الواحد دي بتجيب لنا عزم ازدواج عكس عقارب الساعه مقداره 6. يبقى لازم اتنين رياكشن دول يجيبوا عزم عكسهم مع عقارب الساعه يساوي برضو نفس المقدار اللي هو 6. فلازم هذا الرياكشن اللي هنا واللي هنا يبقوا العكس كده، ومقدارهم 6 على 8 او 3 على 4. ادي الاثنين رد فعل اللي احنا جبناهم بيعملوا لي ازدواج عكس الازدواج اللي الواحد كيلو نيوتن وواحد كيلو نيوتن بيعملوه. طب عايزين نجيب الهوريزونتال رياكشن، المركبه الافقيه لردود الافعال. هناخد المومنت حوالين السي هوروز ليفت او رايت. لو خدناه رايت هنلاقي 4 على 3 مضروبه في 4 تساوي 3، والواحد في الثلاثة ما هي المسافة دي كلها 4 متر، هنا في متر ويبقى انا هنا الثلاثة متر، فهيديني برضو 3 كيلو نيوتن متر عكس الاولاني، يبقى الهوريزونتال رياكشن هنا بصفر. تعال نرسم العزوم. العزم هنا طبعا هيبقى بصفر، وهنا هيبقى بصفر. هنا الواحد كيلو نيوتن هيديني يضرب في واحد يديني واحد تحت، يتقلب بمستطيل لفوق مقداره واحد، هيتقلب هنا بواحد وينزل الى الصفر. الناحية التانية سيمتري انتي سيمتري عكسها بالظبط، يبقى لو واحد كيلو نيوتن بره هنا يبقى هنا جوه، هنا المومنت بره يبقى جوه، هنا بره يبقى جوه، ده اللي هو مين؟ ام 5. تعال نشوف مع بعض ازاي نكامل ام 5 مع ام نوت اي وام نوت بي عشان نطبق المعادله. دبليو اكسترنال تساوي دبليو انترنال، دبليو اكسترنال تساوي واحد في الدلتا دي فيرتيكال ريليتيف، في تساوي تكامل ام نوت مع ام 5. لو جينا نشوف هنقسم ام نوت اي وام نوت بي، هنكامل ده ونكامل ده. تعال نشوف مع بعض تكامل ام نوت اي مع ام اكس هيساوي صفر. صفر ليه؟ من الاول كده هنا في اشكال كبيره جدا، عشان ده سيمي انتي سيمتري، ده سيمتري وده انتي سيمتري، سيمتري وانتي سيمتري. طيب عايزين نحسب الازاحه الراسيه النسبيه بين نقطتين دي ودي داش، مفيش فيها مشكله. عندي هنا مستطيل و ترابيزويدال، مستطيل وترابيزويدال. هنقدر بسهوله جدا ان احنا نحسب المساحه بتاعته عشان اللي تحت مستطيل، هنحسب المساحه اللي تحته هي القاعده المتوسطه في الارتفاع. القاعده المتوسطه في الارتفاع يبقى 16 زائد 24 على 2 في 2 في كوردينيت المقابل اللي هو هنا دايما اللي هو بواحد، وبالموجب عشان ده سالب وده ايه؟ سالب. نيجي هنا مع المثلث مع المثلث، اي بي ال على الثلاثه، وبرده مثلث مع مثلث يبقى اي بي ال على الثلاثه. هنا مش اي بي ال على الثلاثه، هنا ده كده مثلث مع ترابيزويدال مع مستطيل، ترابيزويدال مع مستطيل. يبقى 48 زائد 32 على 2 في الاثنين اللي هو الارتفاع مضروب في الاحداث اللي تحتيه اللي هو بواحد. نفس الكلام عندنا هنا المثلث ده والمثلث ده، 48 في واحد على في 5 على الثلاثة، مثلثين متشابهين. هنقفل القوس، هنعمل حساباتنا هتساوي 240 على اي اي. دي اللي هي الازاحة الرأسية النسبية. تعال نعوض مرة تانية في معادلة الفيرشوال وورك. الأولانية طلعت بصفر والتانية طلعت ب 240 على الإي آي، يبقى التوتال المفروض يطلع هنا ب 240 على الإي آي. لو شلنا حطينا الإي آي بالرقم الأصلي بتاعنا 20,000، هنلاحظ إن الدلتا دي فيرتيكال ريلاتيف هتساوي 12 مللي متر. لو عايزين نحسب الإزاحة الدورانية النسبية ما بين نقطتين دي ودي داش،
هنبدأ نأثر هنا بواحد كيلو نيوتن متر، وهنا واحد كيلو نيوتن متر، ونبدأ نرسم العزوم. العزم طبعا الرأس بصفر وبصفر، سيجما المومنت رايت يديني هنا قوة للخارج مقدارها 1/9، وهنا برضو نفس الكلام برضو أفقي 1/9. عشان نرسم المومنت، المومنت سهل، هنلاقي هنا المومنت بصفر، المومنت هنا هيساوي 4/9، وهنلاقي ان في عزم تاني مقدار 1 كيلو نيوتن متر، ونعمل اتزان وصلة ثلاثية لهذه الجزئية. لو بصينا مع بعض، ادي عندي هنا المومنت لتحت مقداره، مومنت هنا مقداره 4/9، واحد، وفي هنا مومنت مقداره 4/9، يبقى لازم المومنت هنا يجي ناحية بره مقداره التكملة اللي هو 5/9. هنحسب العزم فوق يطلع بتلت، نقلبه يطلع بتلت زي ما هو بصفر. ده كده عزم ده كده عزم نص الفريم. النص التاني طبعا نظرا للتماثل فبيساويين عدلة الفيرشوال وورك، دبليو اكسترنال بتساوي دبليو انترنال. دبليو اكسترنال بتساوي الواحد كيلو نيوتن متر في الثيتا دي، والثيتا دي تقوم تديني ثيتا ريلاتيف، يبقى واحد في ثيتا دي ريلاتيف هتساوي تكامل ام نوت ام 6 على اي اي دي اكس. طبعا ام نوت زي ما احنا عارفين احنا رسمين ورسمتين، ام نوت اي وام نوت بي، فهنلاقي ان هنقسم التكامل ده الى تكاملين، ام نوت اي مع ام 6 وتكامل ام نوت بي مع ام 6. تعالوا نكمل مع بعض ام نوت اي مع ام 6. طبعا نظرا لان ده متماثل وده متماثل، فهنقول 2 على اي اي بره عامل المشترك ل2 دي، عشان انا هكمل النص مع النص والباقي هضربه في 2 عشان يبقى النص التاني. طيب تعال نشوف مع بعض. لو جينا نكمل هنا هنلاقي في عندي مثلث سالب ارتفاعه 48 ومثلث موجب ارتفاعه 4/9، يديني سالب اي بي ال على التلاتة، اي في بي في ال على التلاتة. طيب نيجي هنا نلاقي في عندي 2 ترابيزويدال، في عندي 2 ترابيزويدال، ادي ترابيزويدال ارتفاعه 5/9 وثلث، وهنا 36 و60، هنضرب اللي تحت يبقى ال على 3، اللي تحت بعض يضربوا في بعض زائد نص المقص اللي هو 36 في ثلث و60 في 5/9. ما ننساش ان احنا في عندنا هنا ادي مثلثين برضو متشابهين اللي هو 60 وثلث، يبقى 60 في ثلث في 5 اللي هو الطول على 3، اي بي ال على 3. البارابولا دي خدناها قبل كده، هنجيب مساحه البارابولا اللي هي ثلثين مساحه المستطيل في الكوردينيت اللي موجود تحتيها، طبعا الارتفاع ده بثلث، يبقى اللي موجود القيمه اللي في النص دي نصها بسدس وبالسالب عشان ده سالب وده موجب. ما ننساش ان احنا هنا في عندنا مثلث موجود اهو على الكانتليفر، وفي مستطيل مقابل له ده سالب وده موجب، يمدينا سالب اي بي ال على 2، 12 اللي هو ارتفاع المثلث في 1 في ال اللي هي بواحد على 2. هنقدر نصفي هذه الحسابات تطلع ب 27.33. لسه عايزين نكمل كمان ام نوت بي مع ام 6، يبقى الكلام ده هيساوي 1 على اي اي. هنا لازم اجيب القيمه اللي في النص هنا تطلع ب 16، اللي هي مش في النص طبعا، اللي هي على ارتفاع 4 متر عند الكانتليفر، تطلع قيمتها ب 16 من النسبة والتناسب. فنلاقي في عندنا مثلثين متشابهين، واحد سالب وواحد موجب، يدينا سالب A في B اللي هي 4/9 في ال L اللي هو 4 متر على التلاتة. طيب نلاقي في عندنا 2 ترابيزويدال ارتفاعهم واحد 16 و24 والتاني 5/9 وثلث، هنكملهم مع بعض زائد ثلث، ثلث L على 3 في اللي تحت بعض يضربوا في بعض زائد نص المقص. الترم ده اللي هو 32 في 4/9 في 4/3 بتاع الناحية التانية، ما احنا عندنا الارتفاع ده 48، يبقى ده كده بكام؟ ب 32. يبقى انا في الترم ده كملت المثلث اللي هنا ده مع المثلث ده، والترم التاني ده وطلع بالسالب عشان ده سالب وده موجب. الترم التاني ده كملت المثلث الموجب ده
مع المثلث الموجب ده اللي هو برضه ارتفاعه 4 على 9 ABL على 3. طيب نيجي هنا برضو عندي اتنين ترابيزويدال اهم، واحد سالب وواحد موجب، فاداني سالب 2 على 3، ده ارتفاعه 32 و48 وده ارتفاعه 5 على 9 وتل، فرحت واخد بره اللي تحت بعض يضربوا في بعض زائد نص المقص اللي عندنا. طيب نيجي هنا نلاقي في عندنا مثلثين متشابهين، واحد ارتفاعه 24 وواحد ارتفاعه تلت والطول 5، يبقى اي بي ال على التلاتة وبالموجب عشان ده سالب وده سالب. نلاقي في عندنا مثلثين تانيين، واحد سالب وواحد موجب، يبقى سالب 48 في تلت في 5 متر على التلاتة، كده يبقى احنا كملنا الشكلين مع بعض. تصفية الحسابات دي تساوي سالب 11.85. يبقى نقدر دلوقتي نعوض، نرجع نعوض في معادلة الفيرشوال وورك ونقول ان واحد في ثيتا دي ريلاتيف هيساوي ام او ام نوت اي ام 6 تكامل، وتكامل ام نوت بي ام 6. كملنا ام نوت اي مع ام 6 وطلع لنا 27.33 على اي اي، وكملنا ام نوت بي مع ام 6 طلع سالب 11.85. يبقى المحصلة بتاعتنا عبارة عن 15.48 من 100، هنقسم على الاي اي اللي هي 20,000، يطلع لنا الثيتا دي ريلاتيف مقدارها 0.0008 راديان. كده نكون يعني اظن اخذنا امثلة كافية في كيفية حساب الترخيم في الاطارات. هنبص ندخل مع بعض دلوقتي ان شاء الله في كيفية حساب الترخيم في الجمالونات deflection of trusses. احنا كنا قلنا من شوية ان عندنا W external بتساوي W internal، وال W internal كانت بتساوي تكامل M نوت M 1 على AI زائد تكامل Q نوت Q 1 على JAR زائد تكامل N نوت N 1 على EA. الكلام ده في حالة الفريم، لكن لما نيجي نتكلم في حالة التراس، فالعناصر التراس ما بيبقاش عليها لا bending moment ولا shear force، بيبقى عليها نورمال فورس فقط. يبقى الدبليو انترنال في هذه الحاله هتساوي تكامل ان نوت ان 1 على اي اي في الدي اكس. بس لو ناخد بالنا ان في عناصر التراس بيبقى العنصر كله عليه نفس النورمال فورس، يعني لو حبينا نرسم نورمال فورس دياجرام لعناصر التراس هنلاقي عباره عن مستطيلات. مستطيلات يعني الان نوت ده عباره عن مستطيلات والان 1 ده عباره عن مستطيلات. طب تكامل مستطيل مع مستطيل كان بيساوي اي بي ال على واحد، وده اللي هيحصل معانا، ان احنا هنحول ده الى علامه سيجما لكل العناصر. تكامل ان نوت ان 1 هيساوي اف نوت في اف 1 في ال اي بي ال على واحد، ومقسوم على الاي اي اللي هي كانت موجوده من الاول. يبقى احنا دلوقتي عندنا في حاله التراسز ال W internal ال work internal هيساوي سيجما اف نوت اف 1 في ال على اي اي. تعال ناخد مثال. بيقول لي مثال رقم 3، قم بحساب الإزاحة الرأسية عند النقطة C والإزاحة الأفقية عند النقطة D للجمالون المبين بالشكل، علما بأن المقدار EA equal 20,000 كيلو نيوتن لجميع العناصر. يعني بيقول لي calculate the vertical deformation at point C and horizontal deformation at point D for the shown truss where EA equal 20,000 كيلو نيوتن for all members. يعني عندي أداة ترس قدامنا اهو، أبعاد الأفقية 4 والرأسية 3، في عليه 3 أحمال، وعايز يحسب الديفليكشن الرأسي عند النقطة C والإزاحة الأفقية عند النقطة دي. أول حاجة بسم الله الرحمن الرحيم هنعمل إيه؟ هنبدأ نجيب الرياكشنز نظرا لأن ده متماثل، فهيجيب لي الرياكشن النص بالنص، يقوم يجيب لي هنا 60 وهنا 60. لو جينا هنا طبقنا المعادلة بتاعتنا معادلات الاتزان، هنلاقي إن طبعا العنصر ده بصفر. ليه؟ لان انا عندي دي واصله ثنائيه والحمل جاي عمودي عليها، يعني لو جينا بصينا عليها كده بره هنلاقي ان الحمل جاي كده. فلو طبقنا معادله سيجما اف اكس عند النقطه دي هنلاقي ان العنصر ده بصفر وده كذلك. طيب هنبدا نشوف العنصر ده القوه فيه عن طريق سيجما اف واي هتساوي 60 60، وده برضو نفس الكلام هتتعكس الناحية تانية عشان اتزان العنصر. طيب تعالوا مع بعض نشوف الجزئية دي، عايزين نجيب القوة في العنصرين دول. هنجيبهم ازاي؟ اولا هنجيبهم عن طريق قاعدة المثلث. ايه قاعدة المثلث؟ قاعدة المثلث بتقولي لو في عندي ثلاث قوى متزنة، لو في عندي ثلاث قوى متزنة ومتصلين بنقطة، يبقى في مثلث
اللي بنسميه مثلث القوى بيشبههم. يعني لو عندي فيه 3 قوى عاملين كده، بدور على اي مثلث يوازي هذه القوى، يوازي هذه القوى. وفي الحالة دي بيبقى نسبة القوى اللي عندنا الى نسبة اطوال المثلث نسبة ثابتة. طب تعال نشوف الكلام ده، هل احنا عندنا في 3 قوى؟ في 4؟ نقول لا، في 3 بس. ليه؟ لان ال 30 دي وال 60 دي معلومين، فممكن اعتبرها 30 طالعة لفوق، 30 طالعة لفوق. طيب كلام جميل. نسينا نقول قاعدة مهمة في حالة مثلث القوى، ان بيبقى القوى كلها بتلف في اتجاه دوري واحد في المثلث. طيب تعال نشوف مع بعض. ادي عندي، يبقى احنا عندنا الاتنين دول محصلتهم عبارة عن 30 طالعة لفوق، يبقى في عندنا هنا قوة طالعة لفوق 30، وفي قوة في العنصر ده وفي قوة في العنصر ده. لو بصينا على هذا المثلث اللي هو اي سي جي ده، هنلاقي ده بيعبر عن مثلث القوى. ليه؟ لان في قوة اهي بتوازي الضلع اي سي، قوة 30 اللي طالعة لفوق بتوازي العنصر اي سي، وفي القوة هنا بتوازي بل بتطابق العنصر سي جي، وفي قوة في العنصر ده بتطابق الاي جي. يبقى اللي قدامنا ده كده عبارة عن مثلث القوى. لازم نسبة القوى للأضلاع الموازية ليها تكون نسبة ثابتة. طب تعال نبص، احنا قلنا ال 30 وال 60 دول هيتصفوا عندنا على قوة طالعة فوق مقدارها 30. القوة 30 بتقابل ضلع طوله 3 متر، يبقى النسبة بتاعتنا بكام؟ ب 10. طيب يبقى الضلع اللي طوله 4 القوة فيه تبقى كام؟ 40. طب الضلع القوة فيه اللي طوله 5 يبقى القوة فيه بكام؟ ب 50. يبقى أول حاجة بنحدد قيم القوة عن طريق نسب القوة لمثلث، لأطوال مثلث القوة. قلنا إن في عندنا مثلث القوة اللي هو ده، اللي العناصر الأضلاع المثلث بتوازي القوة أو بالطبقة. وجبنا النسبة الثابتة لأن في عندنا، لأن في عندنا قوة 30 طالعة لفوق، فالنسبة الثابتة بتاعتنا عبارة عن 10. قوة 30 والطول 10 والطول 3، يبقى النسبة 10. يبقى الضلع اللي طوله 4 القوة فيه لازم تكون 40، والضلع اللي طوله 5 القوة فيه 50. طب اتجاهات القوة ايه؟ اتجاه دوري. ازاي؟ انا القوة اللي عندي هنا 30 طالعة لفوق اللي هي محصلة الاتنين دول، يعني كده يبقى لازم القوة هنا هتكون كده والقوة هنا هتكون كده عشان يبقوا في اتجاه دوري واحد، في اتجاه دوري واحد. نشوف كده مع بعض، اهو مظبوط. طبعا حتى احنا كان ممكن نستنتج الكلام ده بسهولة، لان القوة 30 اللي هي محصلة الاتنين دول اللي طالعة لفوق لازم القوة 50 تكون نازلة لتحت عشان مركبتها الرئيسية تتزن معاها، لازم مركبتها الرئيسية تكون لتحت عشان تتزن مع ال 30 اللي طالعة لفوق. طب لما تكون القوة 50 نازلة لتحت، يبقى لازم ال 40 دي تكون داخلة كده علشان تتزن معاها، مع المركبة الأفقية للقوة 50. طيب أنا كده جبت القوة دي 40 ودي 50 بنفس الطريقة أو بالتماثل، أقدر أقول إن القوة هنا 40 وهو هنا 50. طبعا بعكس اتجاه القوة في كل منبر. طبعا النقطة السي دي نقطة سهلة جدا، هلاقي إن سيجما اف واي تساوي صفر، يبقى القوة في العنصر ده ب 60، وطبعا سيجما اف اكس متزنة ب 40. يبقى أنا كده جبت القوة الداخلية في العناصر نتيجة القوة الخارجية، ده اللي احنا بنسميه اف نوت. لو عملنا جدول بسيط جدا هنكتب الممبر ال ال الاف نوت. طبعا الممبر هنكتب بطريقة معينة عشان الكلام ده هكرره كتير، فانا مثلا هتبع ان انا همشي في الجدول في اتجاه دوري واحد كده وارجع اجيب ال3 عناصر اللي في النص. يعني جبنا اي اي اهو، اي بي اهو، بي جي، جي سي، سي دي، دي اي، ثم دي اي، اي سي، اي جي. ما لنا العناصر بتاعتنا طبعا الاطوال البسيطه جدا 3 و4 و5، وادي القوه الداخليه اللي احنا جبناها دي اللي عباره عن مين؟ اف نوت. هو لو عايز يحسب الترخيم عند النقطه سي، ديفليكشن عند النقطه سي، فهيجي يحط هنا 1 كيلو نيوتن عند السي ويجيب الرياكشنز تطلع نص نص. طيب عايزين نجيب القوة الداخلية، سهلة جدا، ده بصفر وده بصفر زي ما قلنا قبل كده عن طريق سيجما اف اكس بصفر هنا وسيجما اف اكس بصفر هنا. القوة الداخلية في العنصر ده هتساوي نص نص.
طيب تعال نشوف مع بعض ازاي نجيب القوة زي نفس اللي فات. انا عندي هنا قوة نص طالعة لفوق، وادي مثلث القوة بتاعنا، القوة نص بتقابل ضلع ثلاثة، يبقى النسبة بتاعتنا بسدس. يبقى العنصر اللي طوله أربعة القوة فيه أربعة على ستة، والعنصر اللي طوله خمسة القوة فيه خمسة على ستة في اتجاه دوري واحد، كده 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 مظبوط. طب ممكن واحد تاني ما يتبعش الطريقه دي ويعمل عن طريق سيجما اف اكس وسيجما اف واي ويطبق المعادلات هنا، بس طبعا احنا محتاجين سرعه لانك بتعمل الكلام ده كتير. طبعا نظرا للتماثل يبقى الناحيه التانيه زيها بالظبط 4 على 6 و5 على 6، والقوه في العنصر بتبقى نقلبها الناحيه التانيه هنا وهنا. النقطه سي عن طريق الالتزام فيها هنجيب القوه دي تطلع بواحد وواحد. كده انا جبت القوة الداخلية نتيجة 1 كيلو نيوتن واقف عند السي ده اللي احنا نسميه اف 1. ادي الممبرز مليناها برضو بنفس الترتيب، صفر صفر ناقص نص بنراعي الاشارات طبعا، ناقص 4 على 6 ناقص 4 على 6 ناقص نص موجب 5 على 6 سالب 1 موجب 5 على 6. عايزين نطبق معادلة الفيرتشوال وورك، يعني دبليو اكسترنال بتساوي دبليو انترنال. يبقى واحد في دلتا سي، لان انا بأثر بواحد كيلو نيوتن رأسي عند السي، هيساوي سيجما اف نوت اف 1 في ال على اي اي. ممكن نعمل جدول بسيط جدا نفرغ فيه الكلام اللي فات، ادي الممبر ادي ال ادي الاف نوت ادي الاف 1 ادي حاصل ضرب كل الثلاث قيم في بعض. يعني لو جينا طبعا هنا بصفر تطلع بصفر، 3 في سالب 60 في سالب نص، 60 في نص ب 30 في 3 ب 90، والسالب في السالب بموجب. نملى كل الضربيات بتاعتنا ونجمعها في الاخر طلع 990. يبقى احنا على طول الكلام ده بيساوي 990 على الاي اي اللي هي ب 20000. هنقدر نحسب دلتا سي طبعا اللي احنا سميناها دي بالمتر، لان كل شغلنا ال بالمتر كل شغلنا بالمتر، فهنوصل ان الدلتا سي هتساوي لو ضربنا في 1000 هتساوي 49.5 مللي متر. طيب عايزين نحسب الإزاحة الأفقية عند النقطة دي، هنعمل إيه؟ هنيجي عند النقطة دي ونحط 1 كيلو نيوتن أفقي ونحسب الرياكشن والإنترنال فورس نتيجته. طبعا 1 كيلو نيوتن أفقي لو جيت وقفت هنا كده وخدت العزوم هلاقي 1 في 3 المفروض تساوي واي في 8، يبقى الواي دي لازم تكون تساوي 3 على 8، ودي طالعة ودي نازلة، عشان يبقى بيعملوا لي سيجما اف واي تساوي صفر. يبقى احنا خدنا العزوم هنا، خدنا العزوم هنا لقينا ان الواحد في التلاتة بتجيب لي عزم كده تلاتة، يبقى لازم دي تكون 3 على 8 عشان تتضرب في 8 تساوي برضو 3 عكسها. سيجما اف واي تساوي صفر، 3 على 8 و3 على التمانية. طبعا سيجما اف واي تساوي صفر. تعال نجيب القوة الداخلية كده، 3 على 8 دي هتجيب لي هنا 3 على 8 و3 على التمانية، وهنا برضو سيجما اف واي تجيب لي 3 على 8. طيب انا عندي هنا عن طريق مثلث القوة اللي احنا اتكلمنا عليه هنلاقي ان ده مثلث القوة بتاعنا في النقطة دي، القوة ب 3 على 8 وطول الضلع ب 3، يبقى النسبة هنقسم 3 على 8 على 3 تساوي 8. يبقى الضلع اللي طوله 4 القوة فيه ب 4 على 8، والضلع اللي فيه 5 اللي طول ضلعه 5 القوة فيه 5 على 8. طيب تعالوا نبص الناحية التانية. لو جينا نبص الناحية التانية هنلاقي أنا عندي هنا في 4 قوى، ناخد بالنا هنا في 4 قوى. طبعا القوة هنا لازم هتكون برضو 4 على 8 من اتزان النقطة دي، من اتزان النقطة دي القوة هنا لو عملت اتزان سيجما اف اكس هنا يساوي صفر. أنا عندي القوة دي كده جاية كده، يبقى لازم سيجما اف اكس يساوي صفر، يبقى ده برضو ب 4 على 8 اللي هو بنص. طبعا نلاحظ برضو هنا مثلث القوة شغال معانا وان كانوا دول 5 4 قوة. ازاي؟ انا عندي القوة دي 4 على 8 يعني نص، والقوة دي بواحد كيلو نيوتن، والاتنين مع بعض على نفس العمل، يبقى المحصلة بتاعتهم عبارة عن 4 على 8 في هذا الاتجاه. وفي عندي هنا قوة 3 على 8 في هذا الاتجاه، يبقى القوة هنا جاية لفوق كده مقدارها 5 على 8، ما هو ده مثلث القوة 4 3 5 أضلاعه كده. يبقى القوة هنا جت كده اللي هي محصلة الـ4 على 8 والواحد جابت لي 4 على 8 في هذا الاتجاه، والقوة 3 على 8 دي جابت لي القوة في هذا الاتجاه مقدارها 3 على 8، يبقى القوة دي لازم تكون كام؟ 5 على 8. طيب طبعا يعني الطريق الالتزام بنجيب بيطلع نص، طبعا العنصر ده بصفر
ان سيجما فاي تساوي صفر عند النقطه سي. لو جينا نشوف هنا طبعا ما حدش يقول ان ده بصفر وده بصفر، ده يكون بصفر ماشي عن طريق النقطه دي، لكن هنا لازم نعمل سيجما اف اكس يساوي صفر للمنشا ككل الاول. نلاقي ان فينا قوه مقدارها 1 كيلو نيوتن، يبقى لازم القوه في هذا العنصر مقدارها 1 شد عكس القوه دي عشان تتزن معاها. اما العنصر اي بي فالقوه فيه بصفر، لان لو طبقنا سيجما اف اكس يساوي صفر عند النقطه بي هنلاقي ان النقطه دي ما فيش عليها اي قوه افقيه. احنا كده جبنا القوة نتيجة الواحد كيلو نيوتن افقي. هنقدر نعمل جدول للاف 2 ونملاه موجب واحد صفر سالب 3 على 8 سالب 4 على 8 سالب 4 على 8 موجب 3 على 8 سالب 5 على 8 وصفر وموجب 5 على 8. طيب هنبدأ نطبق معادلة الفيرتشوال ورك، دبليو اكسترنال بتساوي دبليو انترنال. يبقى واحد في دلتا دي هوريزونتال، لان انا اوفر بواحد كيلو نيوتن هوريزونتال افقي، هيساوي سيجما اف نوت اف 2 في ال على الاي اي. هنعمل الجدول البسيط اللي قدامنا، ادي ال، ادي الاف نوت، ادي الاف 2. هنبدأ نضرب اف نوت في اف 2 في ال لكل عنصر ونجمعهم، طلع 160. يبقى الكلام ده هيساوي دلتا دي هوريزونتال هتساوي 160 على 20,000 متر. يبقى عشان نحولها للملي هنضرب في 1000 فهتديني 8 ملي متر. يبقى النقطة دي هتتحرك أفقية مسافة مقدارها 8 ملي متر. مثال رقم 4 بيقول لي قم بحساب الإزاحة الرأسية عند النقاط سي ودي وزاوية دوران العنصر اي جي والإزاحة النسبية بين النقطتين جي و اتش للجمالون المبين بالشكل، علما بأن المقدار اي اي بيساوي 20,000 كيلو نيوتن لجميع العناصر. Calculate the vertical deformation at points C and D, rotation angle of member اي جي and relative displacement between جي and اتش for the shown truss where اي اي equal 20,000 كيلو نيوتن فور اول ممبرز. الفكره ان عندي ترس كبير شويه، يمكن الترس بتاع المره كان صغير، وعندي هنا القوه موجوده فوق، المسافات 8 8 8 والراس 6. عايز يحسب الديفليكشن الراسي عند السي والدي ويحسب زاويه دوران العنصر اي جي، وهنشوف نعملها ازاي، وعايز يحسب الازاحه النسبيه ما بين الجي والاتش. طبعا بسهولة جدا لو حبينا هنا اول حاجة هنجيب الرياكشنز. عشان نجيب الرياكشنز مش ده كده مش سيمتري، فمش هينفع نطبق فيه معادلات التماثل. فهناخد سيجما المومنت حوالين الاي تساوي صفر، هناخد سيجما الاي تساوي صفر، فهنلاقي ان الرياكشنز اللي عندنا او العزوم 12 في 4 و12 في 8 و12 في 12 و12 في 16 و12 في 20 و6 في 24 ناقص الواي الواي بي في 16، او نودي الواي بي في الناحيه الثانيه تبقى تساوي 16 واي بي. هنصفي العمليه تطلع الواي بي مقدارها 54. عن طريق سيجما اف واي هنقدر نحسب واي اي، هيطلع واي اي ب 18. طيب لازم ناخد بالنا ان احنا ده عندنا ده كده 3 هنج تراس. ليه؟ لان في عندي انترميت هنج هنا اهي. يجي واحد يقول لي ما كل دول اسمهم انترميت هنجز، لا، في عندنا دي الاكسترنال انترميت هنج، دي ان يكون فوقيها ما فيش حاجه وتحتها ما فيش حاجه، يبقى هي دي النقطه المفصليه اللي فاصله جزئين من المنش، يبقى دي بنتعامل معاها كانها انترميت هنج. ده طبعا عندي هنج وده هنج، يبقى لازم فيه رياكشن افقي ورياكشن افقي. لو خدنا سيجما المومنت حوالين سي ليفت، لو خدنا سيجما المومنت حوالين سي ليفت هنلاقي في عندنا قوه 12 تتضرب في 4 وقوه 6 تتضرب في 8 وقوه 18 عكسهم تتضرب في 8، ويبقى لنا الاكس اللي هنا نقدر نطلعها تطلع ب 8. عن طريق سيجما في اكس او صفر هنوصل ان القوه هنا مقدارها 8. يبقى احنا كده هنلاقي نفسنا قدرنا نحسب قيم الرياكشنز اللي موجوده عندنا. تعال نشوف ازاي بقى هنبدأ نحسب الانترنال فورسز، القوة الداخلية في العناصر. بنفس المنطق اللي فات اللي احنا اتكلمنا عليه، في عندي هنا نمسك نقطة البعيدة دي، هنلاقي في عندنا هنا ده كده قوتين في العنصرين دول، في عندي هنا ندور على مثلث القوة.
قوة رأسية وقوة كده وقوة كده، ادي مثلث القوة اهو، ادي مثلث القوة اهو. طب القوة الستة دي بتقابل الضلع ده اللي طوله 3. طبعا ممكن واحد يقول لك لا انا هاخد مثلث القوة الكبير ده، يجوز مفيش اي مشكلة خالص، يا اما ناخد مثلث القوة هو ده او مثلث القوة هو ده، اهم حاجة يكون مثلث القوة اضلاعه موازية للثلاث قوى المتزنة اللي عندنا. طيب لو بصينا لان الست دي بتقابل طول ضلع هنا 3، يبقى نسبة القوة للضلع ب2، يبقى لما يكون الضلع طوله 4 يبقى لازم القوة تكون 8، والضلع طوله 5 يبقى القوة مقدارها 10. طب اتجاهات القوة ايه؟ القوة 6 نازلة لتحت كده، يبقى لازم القوة هنا تكون كده والقوة هنا تكون كده، وده اللي حصل اهو. حتى كان ممكن نستنتج الكلام ده عن طريق ان احنا نقول ان العشرة دي لازم تكون طالعة عشان مركبتها الرأسية تتزن مع الستة، ومركبتها الأفقية تتزن مع التمانية، يبقى لازم التمانية تيجي كده، او نعملها بحكايه الطريق الاتجاه الدوري اللي احنا لسه قايلين عليه. طيب يبقى القوه هنا طلعت ب8 والقوه هنا طلعت ب10 عن طريق الاتزان سيجما اف اكس سيجما اف واي، او عن طريق مثلث القوه طلعت ب8 وب10. طيب نظرا لان العنصر متزن يبقى لازم الناحيه دي فيه 8 والناحيه دي فيه 10. طبعا 8 هنا النقطه دي النقطه سهله جدا، سيجما اف اكس او صفر، يبقى لازم القوه هنا ب8 وهنا ب8، فسيجما اف واي يبقى القوه هنا لازم تكون ب12. نيجي هنا في عندنا أربع قوى متزنين مع بعض، أربع قوى متزنين مع بعض، وما ينفعش أعملهم مثلث القوى لأن مفيش حاجة متزنة مع حاجة تانية. طب نعمل إيه؟ طب نعمل إيه؟ طبعا ممكن نعتبر ده نحله بمثلث القوى برضه، بس ممكن نحله بطريقة التانية ان انا اجي اعمل اتزان. افترض ان المحاور اكس واي بتاعتي، ادي الاكس في هذا الاتجاه وادي الواي في هذا الاتجاه، واعمل سيجما في واي تساوي صفر، فاجيب القوة دي بدلالة القوة دي. ممكن نعمل حاجة تانية. ايه الحاجة التانية اللي احنا ممكن نعملها؟ ان انا اجي اقول ادور على مثلث القوة في مثل دول 4 قوة. لا انا هقول ايه؟ هقول في عندي ادي قوة 12 وادي قوة وادي قوة. القوة 12 دي جاية كده في اتجاه العنصر الضلع ده، والقوة دي جاية في اتجاه الضلع ده، والقوة دي جاية في اتجاه الضلع ده. 12 بتقابل 6 متر يبقى النسبة ب2، يبقى النسبة بكام؟ ب2. طيب وفي الاتجاهات، طيب ال 5 دي طول ضلعها 5، يبقى بيناسب عندنا قوة كده مقدارها 10، ويجيب لي هنا برضو القوة كده مقدارها 10. بس ملحوظة مهمة بقى، القوة 10 دي مش القوة في الضلع ده، دي القوة في الاتجاه ده كله. فإذا كان في 10 جاية كده يبقى لازم القوة دي تبقى 20، لازم القوة دي تبقى 20 عشان يبقى محصلتهم 10 اللي بتتزن مع مثلث القوة. نقول دي تاني، ادي مثلث القوة بتاعنا، قلنا القوة دي نازلة كده مقدارها 12 اللي هي جاية ليه، دي اللي هي معلومة، يبقى لازم القوة اللي هنا تكون بتتناسب مع طول الضلع تطلع ب10، والقوة هنا تطلع برضه ب10، والقوة هنا تطلع بكام؟ ب10. طيب كلام كويس. القوة 10 دي هي مش القوة في الضلع ده في العنصر ده، لا ده دي القوة في الاتجاه ده. إذا كان في 10 جاية كده يبقى لازم القوة هنا تكون 20 كده، علشان يبقى المحصلة بتاعتهم ب10 بتاعت مثلث القوة، وده اللي حصل. طلعت دي ب10 ودي ب20، طلعت دي ب10 ودي ب20. طب لو جينا بصينا هنا هنلاقي القوة دي مقدارها 30، جبناها منين 30؟ سهلة جدا إن شاء الله. ال 20 دي لو جبنا مركبتها الأفقية تطلع ب16، مركبتها الأفقية تطلع ب16، وفي 8 كمان موجودين معانا يبقى 24، يبقى لازم القوة دي مركبتها الأفقية تتزن مع ال 24، يبقى لازم دي تكون كام؟ 30. طيب تعالوا نبص مع بعض عن طريق سيجما اف واي. أنا عندي هنا قوة 54 موجودة، 54 موجودة. ال 20 دي مركبتها الرئيسية ب 12، مركبتها الرئيسية بكام؟ ب 12. وال 30 دي مركبتها الرئيسية ب 24، مركبتها الرئيسية ب 24. نبص مع بعض الكلام ده تاني،
بص معايا، ال10 دي كانت مركبتها الافقيه ب8 والراسيه ب6، فال20 اللي هي موازيه ليها مركبتها الافقيه تبقى برضه ب8 والراسيه ب6، ال20 تبقى اضرب في 2 بقى، يبقى مركبتها الافقيه ب16 والراسيه بكام؟ ب12، وال30 دي مركبتها الراسيه ب18، يبقى انا عندي هنا مركبه الراسيه هنا اللي جايه كده ال20 دي مقدارها 12، والمركبة الرأسية للتلاتين دي مقدارها 18. 12 و18 بكام؟ 30. بس أنا عندي هنا قوة رأسية 54، يبقى لي قوة مقدارها 24 في العنصر الرأسي. طيب تعال نبص على الضلع ده، نبص على الضلع ده هنلاقي في عندنا قوة 24 طالعة لفوق، قوة 24 طالعة لفوق، وفي 12 نازله لتحت، يبقى المحصله بتاعتهم 12 طالعه لفوق. بس ده ال10 دي مركبتها الرأسيه هنا لأسفل ب6، يبقى لازم القوه اللي هنا تكون برضه نازله لتحت مقدارها 10 عشان تجيب لي مركبه رأسيه مقدارها 6، بحيث لما اطبق معادلات الاتزان الاقي في 24 طالع و12 و6 و6 ب24 نزل، يبقى لازم القوة دي تكون مقدارها برضو 10. طيب كلام جميل، تعال نبص على الضلع ده. طبعا هي النقطة دي عن طريق سيجما اف واي تساوي صفر، او النقطة دي عن طريق سيجما اف اكس تساوي صفر. الاول السيجما اف اكس هنا ازاي؟ العشرة دي والعشرة دي مركبتهم الافقية بيضيعوا بعض، مركبتهم الافقية ب8 ودي ب8 بيضيعوا بعض، يبقى لازم ال8 دي تجيلها 8 زيها تتزن معاها الناحية التانية، وعن طريق النقطه دي سيجما اف اكس تساوي صفر وسيجما اف واي تساوي صفر، سيجما اف واي اكس تجيب لي القوه دي ب8 وسيجما اف واي تجيب لي القوه دي ب12. باقي لنا الضلع ده، القوه دي، القوه دي على طول غالبا هتساوي 20. عرفنا منين ان هي ب20؟ نيجي نبص، لان انا عندي ال10 دي، ال10 دي مركبتها الافقيه كده ب8، 30 دي مركبتها الأفقية كده ب24، محصلتهم بكام؟ ب16، يبقى لازم تجي لي هنا مركبة أفقية مقدارها 16، إيه القوة اللي مركبتها الأفقية ب16؟ هي ال20. طيب كلام كويس، هنيجي هنا القوة هنا هنقول ب10، عرفنا إزاي إن هي ب10؟ عرفنا إزاي إن القوة دي ب10؟ عن طريق سيجما إف إكس يساوي صفر، دي 8، يبقى لازم المركبة الأفقية اللي تيجي هنا قدامها ب8، القوة اللي مركبتها ب8 هي ال10. طب كلام كويس، عن طريق سيجما اف واي ال10 دي تجيب لي مركبة رأسية ب6، ال10 بتجيب مركبة رأسية ب6 ومركبة أفقية ب8. عرفت الكلام ده منين؟ من أول نقطة خالص من هنا. جميل، يبقى المركبة الرأسية ب6، 6 وفيها 18 طالع، يبقى القوة الباقية عندنا عشان تتزن معاها مقدارها 12. طيب كلام كويس، لو جينا نبص هنا عندي 12 طالع، 12 طالع و6 نازل، 12 طالع و6 نازل، يبقى المحصلة 6 طالع، وآدي مثلث القوة اللي بنتكلم عليه. الست اللي جاية لنا دي جاية طالعة لفوق كده بنسبة 2، يبقى القوة اللي تيجي هنا مقدارها 8 كده، والقوة اللي هنا مقدارها 10 كده. كويس، عن طريق الاتزان دي 10 ودي 10 ودي 8. طب نيجي هنا بنفس الطريقة اللي فاتت، بنفس الطريقة اللي فاتت، طبعا القوة دي ب12 على طول من فوق، سيجما اف واي تساوي صفر وسيجما اف اكس هنا تساوي صفر، نلاقي القوة دي ب8. لسه الضلع ده، نجيب الضلع ده ازاي؟ سهلة جدا، تعالوا ندرس اتزان القوى الأفقية. ال10 دي بتجيب لي مركبة أفقية هنا كده في اتجاه ده ب8، وال10 دي بتجيب لي مركبة أفقية هنا ب8 عكسها، يبقى سيجما اف اكس يساوي صفر، يبقى هنا مفيش ولا مركبة أفقية لأن المركبتين دول اتزنوا مع بعض، يبقى القوة في العنصر ده هتكون بصفر. كويس، يبقى احنا كده قدرنا نجيب اف نوت. طبعا هنا العملية صعبة جدا لان عندي عدد كبير جدا من العناصر، عدد كبير جدا
من العناصر نحطهم في جدول على ان هم عمودين كده، وان كان ممكن نستغنى عن موضوع الجدول في حالة العناصر الكبيرة قوي، لان هنشوف قدام ان معظم العناصر اللي لها بصفار. طيب احنا عايزين نحسب ايه؟ عايزين نحسب الازاحة الرأسية عند النقطة سي، عايزين نحسب الازاحة الرأسية عند النقطة سي. هنعمل ايه؟ نحط 1 كيلو نيوتن عند النقطة سي. بدل ما احط 1 كيلو نيوتن انا احط 12 كيلو نيوتن. يقول بس الكلام ده مش مظبوط، احنا دايما كنا بنحط 1 كيلو نيوتن عند النقطة اللي هتساعد الديفليكشن. طب كلام كويس، ما احنا كنا بنحط كده ونيجي نقول دبليو اكسترنال بتساوي دبليو انترنال، فنقول ال1 كيلو نيوتن اللي احنا حاطينه في الدلتا المقابلة. طب ايه المانع ان انا احط قوة 12 واقول 12 في الدلتا المقابلة؟ ما هو دبليو اكسترنال بتساوي القوة دي اللي انا بحطها في الدلتا الأصلية بتاعت النقطة. فانا ليه حطيت، طب ليه حطيت قوه كبيره؟ يمكن شفنا الكلام ده في المثال اللي فات بتاع التراس، لما كنت شغال بالواحد كيلو نيوتن كنت شغال تمن وربع وسدس، ويمكن المثال اللي فات كان سهل، انا لو جيت هنا هلاقي العمليه بقت صعبه جدا. فانا هحط قوه ب 12 ومراعي ان ليه حاطط قوه ب 12، عشان الضلع ده 6 فحاطط قوه 12 عشان تبقى مناسبه معايا، بحيث يبقى نسبه مثلث القوه نسبه صحيحه. وهبدأ اجيب القوة الداخلية اللي عندنا. طبعا ال 12 دي بسهولة جدا هنجيب الرياكشن يطلع لي 6 6 فروم سيمتري. لو بدأت اجيب القوة الداخلية على طول هلاقي الدنيا كلها سهلة. طبعا الرياكشن الافقي هنا هنجيبه عن طريق سيجما المومنت ليفت يساوي صفر، عندي 6 في 8 بتلف كده، يبقى لازم ده يجي لي 8 في 6 ويلف العكس. سيجما المومنت حوالين النقطة السي ليفت، هلاقي في عندي 6 في 8 ولازم تجي لي القوه الافقيه 8 في 6. سيجما فيكس او صفر يبقى ده برضه ب 8. لو بدانا نجيب القوه الداخليه على الموضوع سهل، هنلاقي ان الفورس الداخليه عندنا هنا بصفر وهنا بصفر، عشان دي واصله ثنائيه ما لهاش حمل. خلاص شلنا الجزء ده، بقى دي واصله ثنائيه يبقى صفر وصفر، بقى دي واصله ثنائيه صفر وصفر. طب في عندي هنا ده منبر متصل بوصلة ثلاثية وده عمودي عليهم، يبقى لازم يكون بصفر. نبص هنا وصلة ثلاثية وده اتنين على استقامة وتلات مش على استقامتهم، يبقى ده برضه لازم يكون بصفر. عندنا دي بقت وصلة ثنائية، يبقى ده بصفر وده بصفر وده كمان بصفر. طب تعال نبص الناحية التانية، هنلاقي ان ده بصفر عشان الوصلة الثلاثية دي، وده بصفر عشان الوصلة الثلاثية دي. وصلة ثنائية ومعلهاش حمل يبقى صفر صفر، وده كمان بصفر. يبقى كل العناصر بتطلع بصفار ما عدا العنصر ده والعنصر ده، ده منطقي جدا لأن الحمل بيجي يضغط كده بيروح رايح للسبورت، جزء منه الناحية دي وجزء منه الناحية دي. طبعا بسهولة جدا عندي هنا 8 و6 محصلتهم 10، تقوم تجيب لي القوة كده 10 وهنا كمان 10 وهنا نفس الطريقة، أو فروم سيمتري من التماثل. يبقى انا قدرت الحمد لله ان انا احسب القوة الداخلية في العناصر اللي عندي نتيجة قوة مقدارها 12 كيلو نيوتن. تعالوا نطبق معادلات الفيرشوال وورك. يقول لي دبليو اكسترنال ده اف نوت اللي جايبينه في الاول اللي فيه كل عناصر فيها ارقام كده، وده اف 1 اللي احنا لسه جايبينه من شوية نتيجة 12، ناخد بالنا 12 مش واحد، 12 كيلو نيوتن واقف عند النقطة سي. دبليو اكسترنال بتساوي دبليو انترنال. دبليو اكسترنال هل هتساوي واحد في الدلتا سي للكاميرا الأصلية؟ لا، في التراس الأصلي لا، هيساوي 12 في دلتا سي، 12 في دلتا سي. كام ده؟ هيساوي سيجما اف نوت اف 1 في ال على اي اي، هناخد واحد على اي اي بره عامل مشترك ونبدأ نشوف. طبعا واضح ان كل دول بصفار هيتضربوا في اي حاجة تضرب بصفار. مش باقي لنا غير مين؟ العشرة في ال 30 كومبريشن كومبريشن، ال 10 وال 20 كومبريشن كومبريشن، 0 مع ال 10 ما يهموناش، 10 مع ال 10 و2 كومبريشن، والاضلاع دي كلها اطوالها ب 5 5 5. يبقى كام ده؟ هيساوي 10 في 10 في 5 زائد 20 في 10 في 5 زائد 30 في 10 في 5. هنجمع الكلام ده هيطلع ب 3000. يبقى الدلتا سي هتساوي 3000 على الاي اي، وما ننساش ننزل ال 12 دي في المقام هنا، نقدر نجيب دلتا سي تطلع 0.0125 متر او 12 ملي ونص. طب عايزين نحسب الازاحه الرأسيه عند النقطه دي، هنعمل ايه؟ هنيجي عند النقطه دي ونوقف 1 كيلو نيوتن او 12 كيلو نيوتن، مفيش اي مشكله خالص. طيب تعالوا نحسب الرياكشن.
هناخد العزوم عند البي، هناخد العزوم عند البي نلاقي 12 في 8، يبقى لازم الاكشن ده يكون لتحت مقداره 6، عشان 6 في 16 تساوي 12 في 8. عن طريق سيجما فاي تساوي صفر، يبقى القوه هنا ب 18. سيجما المومنت حوالين السي ليفت، حوالين السي ليفت نلاقي قوة 8 في 6، يبقى لازم تيجي هنا القوة بتاعتنا 8 في 6 برضو، دي 6 في 8 والتانية 8 في 6، عن طريق سيجما في اكس ده يطلع ب 8. تعالوا نشوف القوة الداخلية عندنا. أول حاجة هنيجي نبص، تعالوا نشوف مع بعض، هنلاقي إن القوة دي بصفر عشان واصلة الثلاثية، والقوة دي بصفر عشان واصلة الثلاثية، القوة دي بصفر عشان وصلة الثلاثية. ايه الوصلة الثلاثية؟ خدنا قبل كده وقلنا لو عندنا في ترس وصلة ثلاثية ما عليهاش حمل وفي عنصرين على استقامة واحدة وثلاث مش على استقامتهم، يبقى لازم يكون بصفر. استنتجناها منين؟ عن طريق سيجما اف واي تساوي صفر. جميل، يبقى دي وصلة ثلاثية فده طلع بصفر، دي وصلة ثلاثية ده طلع بصفر، دي وصلة ثلاثية ده طلع بصفر، دي وصلة ثلاثية ده طلع بصفر. هنا في وصلة ثنائية، يبقى ده صفر وده صفر وده صفر. هنا لو بصينا هنلاقي ان دي العنصر ده وصلة ثلاثية، ما خلاص دول اتشالوا، دول اتشالوا مش باقي لي غير العنصر الافقي، العنصر الرأسي بقى ده بصفر. يبقى الترأس ده في النهاية اتفضل على ما يلي، العنصر ده وده وده وده. طبعا هنا نعمل اتزان للجوينت دي او عن طريق مثلث القوة، قوة ب 12، لو افترضنا ان ده مثلث القوة اهو، قوة ب 12 وضلع ب 6، يبقى النسبة 2 ونازل لتحت، يبقى لازم القوة في هذا العنصر تيجي عاملة كده، مقدارها الطول ده ب 10 يضرب في 2 يبقى 20 عشان النسبة 2، والقوة هنا 8 في 2 ب 16، وده اللي حصل. ادي القوة الداخلية بتاعتنا. طبعا سيجما اف اكس هنا هتجيب لي ده ب 16، وعن طريق اتزان برضو النقطة دي على افتراض ان محور اكس جاي في الاتجاه ده، ما هو دول بصفار، يبقى ده كأنه نفس العنصر، يبقى القوة هنا برضو ب 20. سيجما في اكس برضو ممكن نكملها هنا، كل ده كل ده ب 16 16 16 16، وهنا ده كده بكام؟ ب 20. طبعا ال 20 دي لو جينا بصينا ليها هنقدر نجيب القوة هنا ازاي؟ ال 20 دي مركبتها الأفقية كده ب 16، مركبتها الأفقية هنا ب 16، مركبتها الأفقية ب 16 دي اللي هتجيب لي هنا مركبة أفقية مقدارها مقدارها كام؟ مقدارها 8. ليه؟ لأن 16 و8 يبقى لازم تيجي هنا 8 عكسها. طب القوة اللي مركبتها الأفقية ب 8 بتكون ب 10، يبقى القوة في هذا العنصر هتكون ب 10، وده برضه هتكون بكام؟ ب 10. لو جينا نبص على العنصر ده ممكن نجيبه بطريقتين، ممكن عن طريق سيجما اف واي تساوي صفر، هنا ال10 دي مركبتها الرأسية هتتزن مع القوة اللي هنا، يبقى لازم دي تكون برضه ب 10 ونازلة لتحت، عشان مركبتها الرأسية تتزن، يبقى المركبة الرأسية بتاعت ال10 دي طالعة لفوق، والمركبة الرأسية بتاعت ال10 دي نازلة لتحت. برضو المركبتين الأفقيتين هيتزنوا مع ال16، يبقى القوة دي هنا كلها بكام؟ ب 10. تعالوا نبدأ نشوف تطبيق الفيرشوال وورك. هنقول دبليو اكسترنال بيساوي دبليو انترنال. دبليو اكسترنال هيساوي كام؟ هيساوي ما نقولش بقى واحد في دلتا دي، 12 في دلتا دي، لان انا مؤثر بقوه مقدارها كام؟ 12 كيلو نيوتن. المفروض الكلام ده يساوي سيجما اف نوت اف 2 على اي اي في ال. لو بصينا هنلاقي معظم القوى بصفار، معظم القوى بصفار ما عدا الابر كورد ده، الاربع عناصر دول اللي هم ب 16 هنا تنشن وب 8 هنا تنشن برضو زي بعض، وبعدين في 20 و10 و20 و20 و10 و30 و10 و20 0 و10 10 و10. يبقى نقول ان 12 دلتا دي هيساوي 1 على اي اي، ونبدا نشوف زي ما قلنا في عندنا اربع عناصر شد وضغط، ايش الاثنين شد، يبقى موجب 8 في 16 في 4 متر، 8 في 16 في 4 متر، ومضروبين في 4 عشان هما اربع عناصر. نيجي بعد كده نكمل، هنلاقي في عندنا ادي 10 في 20، 10 في 20 في 5 متر، وضربناهم في 2 عشان في هنا 2 زيهم بالظبط. طيب وفي عندنا كمان 20 في 20 في 5،
و30 في 10 في 5، ويبقى لنا هنا 10 في 10 في 5 بس بالسالب، عشان ده شد وده ضغط. لو صفينا هذا الكلام ونزلنا ال 12 دي تحت، هنلاقي ان دلتا دي هتساوي 7048 على 12 اللي نزلت من الدلتا دي على 20000 اللي هو الاي اي، يطلع لي ب 29 مللي و37 من 100 مللي متر. طيب عايزين نحسب زاوية دوران العنصر اي جي. كنا خدنا قبل كده عشان نحسب زاوية يبقى لازم نأثر بعزم مقدار 1 كيلو نيوتن متر، فممكن احنا نيجي هنا نروح مأثرين بعزم على المنبر اي جي ده، نأثر عليه بعزم كده اهو مقدار 1 كيلو نيوتن متر. هو ينفع اصلا ان انا اأثر على العنصر بتاع التراس بقوة او بعزم؟ ما ينفعش. طب الحل ايه؟ الحل ان انا هأثر الطول الضلع اي جي ده بخمسة، فهأثر كده بقوتين، قوة مقدارها 5 وقوة مقدارها 5، بحيث الاثنين دول بيعملوا لي ازدواج، عزم الازدواج ده يساوي 1 كيلو نيوتن متر اللي انا عايزه. عزم الازدواج ده يساوي 1 كيلو نيوتن متر اللي انا عايزه. طيب كلام كويس. طب ما مش لازم اثر بخمس، طب ما انا اثر بقوه مقدارها 20 مثلا، احنا لسه قايلين، واشوف العزم مقداره كام، العزم هنا بكام؟ ب 100. يبقى لما اجي اقول دبليو اكسترنال هقول ال 20، 100 في الثيتا، 100 في مقدار الثيتا. طب انا لازم اثر بقوتين كده، طب ما انا اجي اثر بقوه كده راسيه وقوه كده راسيه، واحده عند الاي وواحده عند الجي، ما هو دول برضه بيعملوا لي ازدواج وبيسببوا لي مومنت، صح؟ فدول كده الازدواج بتاعهم 24 في 4 ب 96، يبقى 96 في السيتا سي في السيتا اي جي ريلاتيف زي دورانه في السيتا. فمش لازم ان احنا نلتزم قوي بموضوع الواحد كيلو نيوتن زي ما شفنا في المثال ده، او الواحد كيلو نيوتن متر لو عايز اجيب السيتا، لا انا لازم اشغل دماغي عشان اسهل، لان هنا طبعا في التراس العمليه بتبقى صعبه جدا. طب تعالوا نشوف مع بعض ايه التراس اللي قدامنا ده. طبعا التراس اللي قدامنا ده تراس سهل جدا، قوه 24 وقوه 24 بيعملوا لي ازدواج 96، هجيب الرياكشن الرأسي في الاي والبي بتدي ازدواج عكسي 6 6، عشان ال 96 دي لازم تقابل 6 في 16 ب 96 برضو عكسها. عن طريق سيجما المومنت حوالين السي ليفت هنطلع القوة الأفقية هنا ب 8، وسيجما اف اكس تجيب لي دي ب 8. يبقى انا كده عندي ادي القوة بتاعتنا، هنبدأ نجيب القوة الداخلية، واصلة ثنائية 0 0، واصلة ثنائية 0 0، واصلة ثنائية 0 0. نيجي هنا برضو وصلة ثنائية صفر صفر، وهنا وصلة ثنائية صفر، هنا وصل دي وصلة ثلاثية، آسف، وصلة ثلاثية وده مش على استقامتهم، وصلة ثلاثية مش على استقامتهم، وصلة ثنائية يبقى صفر وصفر وصفر، وده طبعا وصلة ثلاثية يبقى بصفر. ناخد بالنا ان احنا كده ما اقدرش اقول ان ده بصفر، ليه؟ لان في قوة 24 بتأثر عندنا، يبقى كل ده اتصفر عندنا، مش بقى لنا غير الحاجات البسيطة اللي قدامنا دي، هنبدأ نجيب القوة الداخلية اللي موجودة فيها. نيجي هنا نقول ان القوة هنا لازم تكون بشد كده مقدارها 10، لان الستة والتمانية دول محصلتهم 10 في هذا الاتجاه، الستة والتمانية دول محصلتهم 10 في هذا الاتجاه، يبقى لازم تجيب 10 عكسها. طيب وهنا برضو في 10 زيها، وسيجما اف اكس على اعتبار ان محور اكس ماشي كده هيجيب لي هنا برضو ايه 10. طب نيجي نبص هنا، انا عايز اعمل اتزان هنا، سهله جدا، انا عندي ال 10 دي مركبتها الرأسية ب 6، مركبتها الرأسية ب 6، يبقى لازم القوة دي تيجي مركبتها الرأسية برضو ب 6، يبقى لازم القوة في العنصر ده تكون كده مقدارها 10، لازم لازم عشان تتزن معاها رأسية. طب افقيا، طب افقيا هنعرف ان احنا نجيب القوة الداخلية؟ سهلة جدا، العشرة دي نفسها مركبتها الافقية كده كانت بكام؟ ب 8، زي ما حصل معانا هنا اهو، مركبتها الافقية ب 8، والعشرة دي مركبتها الافقية ب 8، يبقى لازم القوة في العنصر ده تطلع كده مقدارها 16، وده اللي حصل اهو، ان دي 16 ودي مقدارها 10. طيب طبعا دي 16 تبقى دي برضو 16 بالمثل. لو جينا نبص للنقطة دي، لو جينا نبص للنقطة دي هنلاقي إن ال 16 دي مفيش حاجة تتزن معاها أفقيا غير القوة دي مركبتها الأفقية، يبقى لازم المركبة الأفقية للقوة دي تكون ب 16، يبقى لازم القوة دي تكون ب 20، يبقى لازم القوة دي تكون بكام؟
ب 20. طب القوة 20 مركبتها الرئيسية بكام؟ ب 12. القوة 20 مركبتها الرئيسية، لأن القوة 10 مركبتها الرئيسية اللي موازية ليها ب 6، يبقى القوة 20 مركبتها الرئيسية ب 12، دي 12 ودي 24، يبقى لازم القوة في هذا العنصر تكون بكام؟ ب 12 عشان تتزن معاها. طبعا لو جينا هنا عند النقطة دي هنلاقي الموضوع سهل، أنا عندي قوة 20 مركبتها الأفقية ب 16، قوة 10 مركبة الأفقية ب 8، يبقى لازم هنا تكون القوة في هذا العنصر في هذا الاتجاه مقدارها 10 عشان مركبة الأفقية تجي لي برضه ب 8، بحيث يبقى ده مركبة الأفقية ب 16 وده مركبة الأفقية ب 8 وده مركبة الأفقية ب 8. بسهولة جدا يبقى سيجما في اكس يساوي صفر، يبقى لازم القوة دي تكون مقدارها 10 في هذا الاتجاه. يبقى احنا كده جبنا القوة الداخلية نتيجة ال 24 و 24 كيلو نيوتن. هنبدأ نطبق معادلات الفيرشوال ورك بتاعتنا، دبليو اكسترنال يساوي دبليو انترنال. قلنا العزم ده القوتين دول بيعملوا لي عزم ازدواج مقداره كام؟ 96. يبقى 96 في سيتا اي جي هتساوي سيجما اف نوت اف 3 في ال على اي اي. في عناصر كتيره بصفار، هنشوف ايه اللي مش بصفر ونجيبه. يبقى 96 سيتا اي جي هيساوي 1 على اي اي. نبدا نشوف 16 في 8 في 4، في عندي عنصرين اهم فوق 16 وهنا كانوا 8، يبقى 16 في 8 في 4 والاثنين شاد يبقى موجب، في 2 عشان عنصرين. نيجي هنا نلاقي في عندنا احنا بس محصورين في الحته الصغيره دي، في عندنا 10 و10 اهي، 10 و10 تنشن كومبريشن، يبقى سالب 10 في 10 في 5. طبعا الصفر ده هيضيع. نبص هنا نلاقي في عندنا 20 و10 وطوله 5، يبقى زائد 20 10 5، 20 في 10 في 5. في عندي هنا 10 و30 يبقى زائد ناقص، عشان ده تنشن وده كومبريشن عكس بعض، سالب 30 في 10 في 5، سالب 30 في 10 في 5. طب تعالوا ندخل مع بعض جوه، الاقي في عندي 10 و20 هم برضو عكس بعض، يبقى سالب 20 في 10 في 5. ابص على العناصر الرئيسيه دي الاقيها زائد 24 في 12 في 6، الارتفاع ده كله ب 6 متر. يبقى احنا كده خلصنا الضربيات بتاعتنا، بتاعت حاصل ضرب الاف نوت في ال في ال في اف نوت في اف نوت في اف 3 في ال، ومطلعين الاي اي بره عامل المشترك، هنقدر نجيب السيتا جي، هننزل ال 96 في المقام ونقسم، يطلع لنا سيتا اي جي 0.00783 راديان. طيب المطلب الاخير في المساله، عايزين نحسب الازاحه النسبيه بين النقطتين جي واتش. ادي النقطة جي وادي النقطة اتش، عايزين نحسب الازاحة النسبية بينهم لما الاحمال اثرت النقطتين دول بعدوا ولا قربوا. هنفترض ان في عندي قوة كده مقدارها 1 كيلو نيوتن وقوة كده مقدارها 1 كيلو نيوتن عشان نعرف نحسب الازاحة النسبية بينهم، لان الواحد كيلو نيوتن دي هتحسب لي المسافة اللي ده مشيها في اتجاه النقطة دي، والواحد كيلو نيوتن دي هتحسب لي المسافة اللي ده مشيها في اتجاه النقطة دي. ولما اجي احسب احط الاتنين مع بعض، يبقى هتتجمع الازاحة دي مع الازاحة دي فتديني النقطتين دول قربوا من بعض مسافة قد ايه، او بعدوا عن بعض لو طلعت بالسالب. طبعا بسهولة جدا هنا نقدر نجيب الرياكشنز، بدل ما احط واحد واحد انا احط 16 16. احنا قبل كده كنا بنحط 12 عشان كانت قوة رأسية، لكن هنا حط قوة افقية حطيتها ب 16 عشان تتناسب مع الثمانية اللي عندي دي. طبعا لما نيجي نحسب العزوم هنا عشان نجيب الرياكشن الرأسي هيطلع لنا بصفار. ليه؟ لأن العزوم هنا دول بيطيروا بعض فعزمه بصفر. طيب سيجما المومنت حوالين السي ليفت، سيجما المومنت حوالين السي ليفت هيطلع لي القوة الأفقية هنا ب 8، هيطلع لي القوة الأفقية هنا ب 8، وسيجما اف اكس تطلع لي القوة هنا كام؟ ب 8. تعالوا نشوف مع بعض القوة الداخلية. أول حاجة عندي دي وصلة ثنائية هنا 0 0، وصلة ثنائية 0 0، وصلة ثنائية 0 0. هنا ده بصفر، ما نقولش إن ده بصفر، سيبه شوية. هنيجي هنا نقول إن ده بصفر، ما نقولش إن ده بصفر. تعالوا نشوف مع بعض. أول حاجة أنا عندي هنا قوة أفقية 8. يبقى لازم القوة في هذا العنصر تكون كده مقدارها 10. ليه؟ عشان مركبة أفقية تزن مع 8، يبقى القوة في هذا العنصر طلعت مقدارها 10. طب المركبة ال 10 دي مركبتها الرئيسية ب 6 طالعة، يبقى لازم القوة هنا تكون 6 نازلة عشان تتزن معاها. طب كلام كويس. طب نيجي هنا،
نيجي هنا عايزين نجيب القوتين دول، اما بالاتزان او بمثلث القوة. ادي مثلث القوة اهو، فهنيجي نقول ادي قوة مقدارها 6 والضلع 3، يبقى النسبة 2، وده اتجاه الدوري اهو، ده طالع، يبقى ده كده مقداره 8 وده كده مقداره 10. عن طريق سيجما اف اكس هنا هقدر اجيب ده يطلع ب 8، مفيش اي مشكلة خالص. هنيجي هنا هنلاقي في عندي 10 مركبات الافقية ب 6 ب 8، وفي 10 مركبات الافقية ب 8، يبقى القوة دي هنا مقدارها كام؟ مقدارها 0، لان 8 و8 اتزنوا مع ال 16 وده ما عملش اي حاجة. طبعا مراعيين جدا ان الشكل اللي قدامنا ده شكل متماثل، فممكن نكمل بالتماثل بقية الاشكال، يعني دي 8 زي دي ودي 8 زي دي، وده برضو ب 6 زي ده، وده ب 10 زي العنصر ده، وده ب 0 زي العنصر ده، وده ب 10 زي العنصر ده. كده يبقى احنا جبنا القوة الداخلية. تعالوا نطبق معادلات الاتزان، معادلة الفيرشوال ورك بتاعتنا. تقول لي دبليو اكسترنال بتساوي دبليو انترنال. دبليو اكسترنال بتساوي كام؟ 16 في دلتا جي اتش ريلاتيف. 16 في دلتا جي اتش ريلاتيف. المفروض الكلام ده يساوي سيجما اف نوت اف 4 في ال على اي اي. هناخد واحد على اي اي بره على المشترك، ونبدا نضرب العناصر اللي زي بعض. هلاحظ ان في عندي 4 عناصر اهم فوق كومبريشن 8، وهنا اربع عناصر، بس نلاحظ ان 2 منهم تنشن و2 منهم كومبريشن. هنلاقي ان الاثنين دول مع الاثنين دول يديني 2 في 8 في 8 في 4، والاثنين دول مع الاثنين دول يديني سالب 2 في 8 في 8 في 4، لان زي ما قلنا الاثنين دول زي بعض كومبريشن كومبريشن، لكن هنا الاثنين دول عكس بعض تنشن وكومبريشن، طبعا دول هيضيعوا بعض. نيجي نلاقي في عندنا هنا قوة مقدارها 12 وقوة مقدارها 6 والطول الضلع 6، 12 في 6 في 6. نلاقي في عندنا زيها الناحية دي 24 في 6 في 6. نلاقي في عندنا 10 في 10 في 5، ادي القوة 10، ادي القوة هنا مقدارها إيه، لا الاثنين دول 10 مع 10 و10 مع 10، لان الاثنين من نفس الجنس تنشن وتنشن، وهنا تنشن وتنشن، وطول الضلع مقداره 5. في عندي بقى عنصر تحتيهم اهو اللي هو 10 في 10 في 5 بس بالسالب. وبعدين في عندي 30 في 10 اللي هم دول 30 في 10 في 5 برضو بالسالب. هنصفي هذه الحسابات هتساوي 296. ما ننساش نقسم على اي اي اللي عندنا في راس المساله اللي هو ب 20000، وما ننساش ننزل ال 16 دي في المقام. يبقى دلتا جي اتش ريلاتيف المسافه النسبيه، الازاحه النسبيه ما بين الجي والاتش، طلعت ب 0.925 ملي متر. مثال رقم 5 بيقول لي قم بحساب الازاحه الراسيه عند النقطه سي وزاويه الدوران العنصر سي دي للجمالون الاطاري المبين بالشكل. Calculate the vertical deformation at point C and rotation of member CD for the shown truss frame where. ده كده truss وفريم مع بعض، يعني ده فريم عمود ومركبين عليه truss فوق. هنشوف هنشتغل عليه ازاي. قال لي علما بان EA للتراس ممبر ب 10000، والاي اي للفريم ممبر ب 20000، والاي اي للعنصر بتاع الفريم ب 50000 كيلو نيوتن في المتر سكوير. تعال نشوف مع بعض. ادي ده هنا بقى بيجمع ما بين الترس والفريم. هنيجي ناخد الترس لوحده ونفصله بره ونحط هنج وهنج، ونبدا نجيب ردود الافعال عن طريق سيجما المومنت. لو خدنا العزوم هنا نلاقي 20 في 2.4 زائد 10 في 4.4، هيطلع لي هنا الرياكشن ده ب 48. سيجما في اكس او صفر ده برضه ب 48. هنبدأ نجيب القوة الداخلية اللي عندنا. طبعا ده طوله 10، القوة دي ب 10، ده مثلث القوة اهو زي ما اتفقنا وشفنا. الضلع ده بواحد، الضلع ده بواحد، الضلع ده بواحد اللي هو نص الاتنين، والضلع ده ب 2.4، يبقى لازم الضلع ده ب 2.6. يبقى النسبة بتاعتنا دلوقتي 10، لأن ال 10 كيلو نيوتن بتقابل واحد ضلع طول واحد، يبقى ده هيطلع ب 26 وده هيطلع ب 25.
باربعه وعشرين. طيب كلام كويس. عن طريق سيجما في اكس هنا يساوي صفر هنكتشف ان ده ب 24، سيجما في واي تساوي صفر نكتشف ان ده مقداره 20 برضو اللي هو ده. طب تعال بص على النقطه دي، المركبه الافقيه لده لازم تساوي تتزن مع ال 48، يبقى لازم المركبه الافقيه ب 48، يبقى لازم القوه دي مقدارها 52 بالنسبه والتناسب. طيب جميل جدا، لان ال 26 مركبه الافقيه ب 24، يبقى ال 48 افقي تقابل 52 كأني ضربت في 2، يبقى دي 52 ودي 52. قلنا طبعا الرياكشن الرأسي هيطلع ب 20، ليه؟ عشان يتزم مع المركبه الرأسيه لده. طبعا دي ب 20، يبقى لازم الرياكشن هنا يطلع ب 10 فوق. لسه لينا العنصر ده هنجيبه ازاي؟ سهله جدا، انا عندي المركبه الافقيه هنا، المركبه الافقيه هنا ب 24 بتاعت 26، والمركبة الأفقية هنا بتاعت 52 ب 48، يبقى هنا في عندي هنا مركبة أفقية ب 48 وفي عندي هنا مركبة أفقية ب 24، يبقى لازم العنصر ده الكوفي تيجي كده ومركبته الأفقية تكون ب 24، يبقى لازم الكوفي تكون بكام؟ ب 26. كلام كويس. يبقى طبعا كتشيك على الشغلانه زي ما قلنا، ادي لو بصينا على المركبه دي على النقطه دي هنلاقي ان القوه دي 26، مركبة الرأسية ب 10 تتزن مع الرياكشن الرأسي اللي عندنا. طيب الرياكشنز اللي احنا جبناها هنا، هنا اصلا ما فيش سبورت، ده السبورت ده عوض عن الركيزه بتاعت العمود، فاللي هيحصل ان انا هاخد الفورسز دي واعكسها الرياكشنز، هعكسها كاكشن على العمود. فهاجي اقول ان انا عندي ادي ال 48 اتقلبت 48 وال 48 اتقلبت 48 وال 20 اتقلبت 20 عكسها وال 10 اتقلبت 10 عكسها. هاخد القوه دي وهبدا ارسم لها بندنج ونورمال. طب ليه مش هنرسم شير؟ لانه مش مديني جي اي ار. طيب هنيجي نقول يبقى انا عندي في هنا العزم ال 8 دي تجيب لي عزم هنا كده، طبعا العزم هنا بصفر، العزم هنا مقداره 48 في 2 ب 96 وناحيه بره، ده كده عباره عن ام نوت، طبعا اللي جبناه ده كان اف نوت. هنلاقي برضو في عندنا نورمال فورس سالب 10 اللي هو الان نوت سالب 10، وبعدين يبقى سالب 30 عشان في ال 20 زادت عندنا. يبقى انا دلوقتي جبت اف نوت وام نوت وان نوت تمهيدا ان انا هبدا اجيب بقيه العناصر عشان اكامل واجيب الديفليكشن. هنا طالبين عايزين الازاحه الراسيه عند النقطه سي، فنيجي عند النقطه سي ونحط ايه؟ 1 كيلو نيوتن، او نحط 10، مش اي مشكله خالص. لو حطينا 10 كيلو نيوتن هنبدا نجيب القوه الداخليه. لو نفتكر ده كده كان مثلث القوه، ده طوله 1 يبقى النسبه 10، وكنا عملنا التزن ده قبل كده. هنلاقي ان القوه لو خدنا العزوم هنا هتجيب لي ده ب 24 وهنا 24، سيجما هنا هتطلع ب 26 وهنا ب 24، ده عن طريق مثلث القوه. العشر بتقابل واحد يبقى النسبة بتاعتنا ب 10، يبقى ده طوله، ده كان طول لو نفتكر لو ده كان بواحد لما ده طوله بواحد ودي ب 10، ده طوله 2.6 يبقى قوة ب 26، ده 2.4 يبقى القوة ب 24. طيب لو جينا نبص مع بعض، طبعا سيجما اف اكس اف واي هنا تساوي صفر يبقى القوة دي بصفر، وسيجما اف اكس تساوي صفر يبقى القوة دي ب 24، ده بصفر وده كمان بصفر، سيجما هنا هتطلع علينا ده مقداره 26. يبقى دول طلعوا بصفار عن طريق اتزان الوصلة الثلاثية هنا وهنا، وده طبعا نفس العنصر على امتداده فطلع ب 26. هنجيب الرياكشن الرأسي هنا طلع لي ب 10 ودي ب 10، يبقى الرياكشن الرأسي هنا بصفر، وده منطقي لأن القوة هنا بصفر فمركبتها الرأسية بتساوي صفر. القوتين اللي احنا جبناه ده عباره عن اف 1، هناخد القوتين دول الثلاث قوة اللي احنا جبناهم دول ونعكسهم على الفريم بتاعنا على العمود، دي 24 دي 24 دي 10. هنبدا ناخد العمود ده بالقوة اللي عليه ونرسم له البندنج مومنت والشير، البندنج مومنت والنورمال. لو جينا نحسب البندنج مومنت هنلاقي ان البندنج مومنت هنا بصفر، البندنج مومنت هنا مقداره 24 في 2 ب 48 وبتلففني كده، يبقى المومنت مقداره 48 وناحيه بره. ده عباره عن مين؟ عن ام 1، ده اف 1 وده ام 1. هنبدا نجيب
النورمال فورس هنا فوق ما فيش اي قوة، يبقى النورمال بصفر صفر صفر لغاية هنا يطلع لنا بسالب 10، ده اللي هو N1. تعالوا نطبق مع بعض معادلات الفيرشوال وورك. يقول لي دبليو اكسترنال بتساوي دبليو انترنال. دبليو اكسترنال بكام؟ 10 كيلو نيوتن في الدلتا سي للكاميرا للفريم للترس الاصلي. يبقى 10 في دلتا سي هيساوي، انا عندي في هنا اربع ثلاث حاجات، في عندي ترس له اف نوت واف 1، عندي فريم له ام نوت وام 1، ولو ان نوت وان 1. بالنسبه للفريم هنكامل ام نوت مع ام 1 ونقسمها على الاي اي، وان نوت مع ان 1 ونقسمها على الاي اي. اما بالنسبه للترس فاقول زائد سيجما اف نوت اف 1 في ال على الاي اي. يبقى انا لما جيت احسب الدبليو انترنال حسبت كل عنصر بالقانون بتاعه، الفريم حسبته بقوانين الفريم، والترس حسبته بقوانين الترس. طبعا بسهوله جدا هنيجي نحسب للفريم الاي اي كانت ب 50000، تكامل ام نوت مع ام 1، في عندي مثلثين متشابهين اي بي ال على الثلاثه ومستطيلين اي بي ال على واحد. يبقى ادي المثلثين 96 في 48 في 2 على الثلاثه، وادي المستطيلين اي بي ال على الواحد. وطبعا الاثنين موجبين لان لهم نفس الاشاره. طب نيجي هنا اي اي، هناخد برضو واحد على اي اي اللي هي 20000، ونكامل المستطيل اللي فوق العشرة ده ما يقبلوش حاجة خلاص بيروح. عندي مستطيل 30 سالب ومستطيل 10 سالب يديني موجب اي بي ال على واحد. يبقى لنا الجزء بتاع سيجما اف نوت اف 1 على اي اي في ال، هناخد واحد على اي اي بره عن المشترك، ونبدأ نضرب كل عنصر في نظير. هنلاقي ان في عندي 24 في 24 في 2.4، بس بنضرب في 2 علشان انا عندي عنصرين كده، ده وده وده وده. طب كلام كويس. في عندي كمان 26 في 26 في 2.6 لان الاثنين كومبريشن زي بعض، ده بصفر مع اي حاجة بصفر. نيجي هنا ده 26 كومبريشن و52 كومبريشن، يبقى زائد 52 في 26 في 2.6. تعالوا نصفي مع بعض هذه الحسابات، يبقى 10 دلتا سي هيساوي المقدار ده كله هيطلع لنا ب 30720 على 50000، المقدار ده هيطلع لنا ب 1800 على 20000، المقدار ده هيطلع لنا ب 8000 على ال 10000. هنصفي كل الحسابات يطلع المقدار ده 0.6144، وده 0.09، وده 0.80376. يمكن احنا فصلناهم كده لعله مهمه، ايه هي؟ واضح في المساله دي ان الديفليكشن نتيجه النورمال فورس قليل، لكن نتيجه البندنج هنا كبير، ونتيجه الترس كبير. انا ليه فصلتهم كده؟ لان في بعض الاحيان بيطلع لي الديفليكشن، وانا بحسب الديفليكشن ليه؟ عشان اعمل تشيك اشوف هو ويذن الليمت المطلوب ولا لا. لو مش ويذن الليمت المطلوب يعني اكتر منه، يبقى لازم ازود قطاعات. طب هزود قطاعات مين؟ ازود قطاعات الفريم ولا ازود قطاعات الترس؟ من هنا اقدر اقول لما الاقي ان الدلتا اللي طلعالي من الترس كبيره بينما الدلتتين التانيين صغيرين مثلا، يبقى ده معناه ان انا لازم اقوي القطاع بتاع الترس. ما يجيش حد يلاقي الديفليكشن هنا طالع قليل وهنا قليل ويقول لك احنا محتاجين نكبر العمود. طب ما انت عمال تكبر العمود بس اللي جايب لك الديفليكشن الكبير هو مين؟ هو الترس. والعكس لو لقيت ان الديفليكشن اللي جاي من الترس صغير والديفليكشن اللي جاي من العمود كبير، زي ما تقول لا يبقى لازم ازود القطاع بتاع العمود عشان يقلل لي الديفليكشن. طبعا هنا في عندنا مقدارين كبار، الديفليكشن اللي جاي من البندنج بتاع العمود جاي كبير، والديفليكشن اللي جاي من التراس، يبقى محتاجين نقوي التراس ومحتاجين نقوي العمود. طبعا العمود ممكن نقويه لو كان محطوط مثلا على جنبه كده، نخليه كده بحيث ياخد انرشيا كبيره يقوم يزود القطاع بتاع العمود. هنجمع المقادير دي مع بعض ونقسم على 10، يطلع لنا دلتا سي ب 15.08 سنتيمتر. 15 سنت طبعا كتير جدا، بس طبعا عندي كانتليفر اهو، وواضح ان القطاعات بتاعه الترس ضعيفه والعمود نفس الكلام الاي بتاعته صغيره، فجاب لي ديفليكشن كبير في السي. طيب عايزين نحسب دوران زاويه دوران العنصر سي دي، فهنيجي زي ما قلنا مش هينفع نحط عزم على العنصر بتاع الترس، فروحنا حاطين قوه كده واحد على 2.4 وواحد على 2.4 بحيث عزمهم يساوي 1 كيلو نيوتن متر.
قلنا الكلام ده مش لازم، احنا هنعمل ايه؟ هنحط هنا 10 كيلو نيوتن وهنا 10 كيلو نيوتن ونجيب الشغل الخارجي نتيجته مفيش اي مشكلة. يبقى نيجي نلاقي ان ال10 دي ناخدها لوحدها ترص لوحده، وال10 دي وال10 دي طبعا عزم بيجيبوا لي كده عزم مقداره 24، نسمع على الاثنين يجيبوا لي رياكشن كده 12 وكده 12، عن طريق اتزان النقطة دي ال10 دي تجيب لي هنا 26 وهنا 24. طبعا النقطة دي سيجما اف اكس يبقى دي ب 24، سيجما اف واي او ممكن نجيبها من هنا حتى ان 12 تتزن مع 13 يبقى لازم المركبه الرأسية بخمسة. لو جينا نبص هنا طبعا دي خمسة يبقى لازم دي خمسة زيها، لان سيجما اف واي تساوي صفر، العشرة متزنة مع العشرة يبقى لازم خمسة تتزن مع الخمسة. يبقى لازم لو عملنا سيجما اف واي هنا دي ب10 طالعة، يبقى هنا في 10 نازلة. لو جينا عملنا اتزان هنا هنلاقي القوة دي مقدارها 13. ليه 13؟ عشان مركبتها الأفقية تدي 12، ومركبة ده الأفقية تدي 12، ومركبة ده الأفقية تدي 24، يحصل سيجما اف اكس يساوي صفر على الجوينت دي. القوة الرياكشن اللي احنا جبناه ده اللي هو 12 و5 و12 و5 هنعكسهم على الفريم بتاعنا علشان نبدأ ناخده ونبدأ نرسم له البندنج مومنت والنورمال فورس. ادي عندنا البند مومنت اهو اللي هو ام، ده اف 2 دي بدا ام 2، القوه 12 دي هتجيب لي عزم هنا مقداره 12 في 2 ب 24، ودي لسه من ناحيه بره برضه بالسالب ده اللي هو ام 2. طب الان 2 في عندي خمسه هنا بتشد وخمسه هنا بتضغط وهنا مفيش، يبقى كان في عندي هنا خمسه شد، يبقى في عندي هنا خمسه شد اللي هو عباره عن ان 2. يبقى احنا كده قدرنا نحسب نتيجة ال10 كيلو نيوتن اللي نازلة وال10 كيلو نيوتن اللي طالعة دي، قدرنا نحسب لهم القوة الداخلية بتاعتهم وفي التراس والبندنج مومنت والنورمال فورس. تعالوا مع بعض نطبق معادلات الفيرشوال وورك. الفيرشوال وورك يقول لي دبليو اكسترنال بتساوي دبليو انترنال. دبليو اكسترنال تساوي ايه؟ انا ال10 وال10 دول بيعملوا لي ازدواج مقداره 24، يبقى 24 في سيتا دي سي، 24 في سيتا دي سي هيساوي تكامل بالنسبه للفريم ام نوت ام 2 على اي اي دي اكس، وتكامل اف نوت اف 2 ان نوت ان 2 على اي اي دي اكس. اما بالنسبه للترس فبتديني سيجما اف نوت اف 2 في ال على اي اي. تعالوا نكمل مع بعض. يبقى هنا 24 سيتا دي سي 1 على 50000 في مثلثين متشابهين 96 في 24 في 2 على 3، ومستطيلين متشابهين اي بي ال على 1. يبقى انا كده كملت العازمين مع بعض. طب تعالى نشوف النورمال فورس هيساوي زائد 1 على 20000. عندي هنا مستطيل فوق سالب ارتفاعه 10، ومستطيل هنا فوق موجب ارتفاعه 5، والباقي بصفر. يبقى ده كده هيتكامل مع صفر، يبقى سالب 10 في 5 في 2 متر على 1 زائد 1 على 10000 بتاعت الاي اي بتاعت التراس. هنبدأ نجيب اف نوت اف 2، هنلاقي ان في عندنا فوق قوتين 24 24 تنشن تنشن، يبقى 2 في 24 في 24 في 2.4 اللي هو الطول. طيب هنيجي هنا نلاقي في عندنا قوة 26 وقوة 26 والاثنين زي بعض، يبقى 26 في 26 في 2.6. في عندي هنا قوة مقدارها 3 52 وفي 13 قدامها، يبقى 52 في 13 في 2.6. في عندي هنا قوة 26 و13 عكس بعض تنشن وكمبريشن، يبقى سالب 26 في 13 في 2.6. عندي هنا قوة كمبريشن 20 وقوة تنشن 10، يبقى سالب 20 في 10 في 1، ان طول الضلع ده مقداره 1. هنصفي الحسابات بتاعتنا، هيطلع لي ده الجزء بتاع البندنج، تكامل البندنج تكامل المومنت ب 15000 على 50000، وجزء النورمال ناقص 1000 ناقص 100 على 20000، والجزء بتاع التراس ب 6200 على 10000. لو جينا نصفي هذه الحسابات هنلاقي ان الديفليكشن نتيجه البندنج طالع 0.3، نتيجه النورمال ناقص 0.005، نتيجه ال تراس 0.52. واضح ان القيمتين دول كبار نفس الملحوظه اللي فاتت، يبقى محتاجين نقوي التراس شويه ومحتاجين نزود الانيرشيا بتاعت العنصر شويه. هنجمع دول مع بعض ونقسم على 24 تطلع لي سيتا دي سي 0.03425 راديان. ملخص اللي احنا قلناه،
ان احنا طورنا الطريقه بتاعتنا وطبقناها على التراس على الفريم، وشفنا لما جه طبق على الفريم بيبقى دبليو انترنال بيساوي تكامل ام 1 ام نوت ام 1 على اي اي، وتكامل كيو نوت كيو 1 على اي جي اي ار، وتكامل ان نوت ان 1 على اي اي. وشفنا ان الجي اي ار دي اللي هي ريديوسد اريا في حاله الشير بتساوي 5 على 6 اي في حاله الريكتانجولار سيكشن، و9 على 10 من الاي في حاله السيركولار سيكشنز. طبقنا الكلام ده برضو على التراس ولقينا ان الدبليو انترنال هتساوي سيجما اف نوت اف 1 في ال على اي اي. طبقنا الكلام ده على امثله كتير وشفنا ان انا مش لازم احط 1 كيلو نيوتن، لا ممكن احط اي قوه، بس اهم حاجه اطبق المعادله صح في الاخر. دبليو اكسترنال بتساوي دبليو انترنال. كده ان شاء الله نكون انتهينا من المحاضره الخامسه من محاضرات ترخيم المنشآت. نلقاكم على خير ان شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.